السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم اخواتي في جامعة الزيتونة. اتشرف ان شاء الله ان اكون مع حضراتكم في كورس الكيمياء الطبية، احد الكورسز الخاصة بالتمهيدي ماجستير تخصص الكيمياء الحيوية. مع حضراتكم ياسر محمد عبد الكريم، استاذ مساعد في الكيمياء في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية من مصر. إن شاء الله في الكورس بتاعنا بنحط حاجة كده صغيرة اسمها الكورس بلان، أو الخطة بتاعتنا بتاعت التدريس، إزاي هنعمل أسسمنت أو تقييم للمادة بتاعتنا. فإن شاء الله هنتفق مع بعض إن إحنا هيبقى عندنا 20 درجة من درجات المادة، اللي هما 100 درجة دول خاصين بالمادة، هيبقوا على الاتندنس بتاع حضرتك او الحضور بتاعك او نسبة المشاركة بتاعتك في المحاضرة، ومدى تفاعلك يعني اثناء المحاضرة برضو. يعني ايه، في سؤال او حاجة حبينا يعني نتناقش فيه او حاجة زي كده، فمقدار تفاعل بتاع حضرتك اثناء المحاضرة ان شاء الله. النقطة التانية، هيبقى عندنا مجموعة من الكويزز او الانشطة، يعني هيطلب من حضراتكم بعض الأنشطة الصغيرة مش الكبيرة قوي، مش اللي هي توصل لقصة البحث، نقطة توضيحية، رسمة معينة، فانكشن لأورجانيزم معين في الجسم أو حاجة زي كده، فتبقى حاجة صغيرة كده يعني أحس إن فيها إيه اهتمام بالكورس وبالحرص على الكورس والمشاركة في الأنشطة بتاعته. الجزء الأخير هيبقى البحث، هيبقى عليه حوالي 60% من الدرجات، يعني 60 درجة يعني. وده هيبقى ايه، هحدد لكل واحد من حضراتكم بحث معين هو ممكن يشتغل فيه ان شاء الله، يعني بعد المحاضرة الأولانية ان شاء الله، على يعني على ما ناخد على الجو كده ان شاء الله، هحدد لحضراتكم كل واحد جزء يشتغل فيه، بحيث ان حضرتك قبل نهاية السمستر تدينا البحث دوت ونعمل له تقييم، وينتهي الفصل الدراسي على خير ان شاء الله. بالنسبة لعدد المحاضرات اللي عندنا، هيبقى عندنا 15 محاضرة، هيبقى عندنا ميعاد ثابت كل اسبوع ان شاء الله، يوم الجمعة الساعة 9 مساء. قد دورت لحضراتكم برضو على مصدر من المصادر الكتب باللغة العربية. طبعا هو في كتب باللغة الانجليزية كتير، اهمها كتاب اسمه بيشوب، عشان بيشوب فور كلينيكال كيمستري، ده من أشهر الكتب الموجودة في مجال كلينيكال كيمستري. ولكن في كتاب جميل جدا ولقيته مناسب جدا في الـ في الكلينيكال كيمستري، اسمه كتاب الكيمياء السريرية، وهبعت لكم إن شاء الله اللينك بتاع الكتاب، أو هو مساحته مش كبيرة، ممكن أنزله لكم على الجروب الخاص بينا إن شاء الله. الحقيقة المادة فيها يعني فيها كم من المعلومات الجميل جدا، اللي أنا إن شاء الله أتمنى يعني أنا وحضراتكم نستفيد منه إن شاء الله. مادة تطبيقية، المادة بتهتم بالجسم، بجسم الإنسان، فبتهتم بكيمياء الجسم بتاع الإنسان. حاجات كتيرة جدا جوه جسم الإنسان أصلها كيمياء، الدم أصله كيمياء، اليورين أو البول أصله كيمياء، اللعاب بتاعنا في كيمياء، الوظائف يعني الأعضاء اللي موجودة جوه جسمنا، الكيدني أو الليفر، الكبد والكلية، الغدد، كل الحاجات اللي هي موجودة جوه جسمنا دي اللغة بتاعتها هي لغة الكيمياء. فتخيل حضرتك تبدأ تفهم لغة الجسم بتاعنا والكيمياء بتاع الجسم بتاعنا من خلال دراستك للكورس بتاعنا ده. تمام، الكورس بتاعنا دوت بيهدف الى ان حضرتك تتعرف على ازاي تشخص مرض، ازاي اشخص مرض، ازاي اعرف الانسان السليم من الانسان المريض عن طريق اجراء بعض التحاليل الطبية. تمام، يعني القصة مش ايه، مش بسيطة، ده انت هتحكم على واحد اذا كان سليم او ايه او مريض. فلذلك هتلاقي حضرتك من الحاجات الاساسية اللي حضرتك لازم تعرفها، مثلا لازم تعرف الدم، مكونات الدم عبارة عن ايه، هل الدم دوت حاجة واحدة ولا هو فيه مكونات كتير. تمام، يعني لما تيجي تعرف ان هو فيه بلازما مثلا وسيرم ومش عارف ايه
جواه مجموعة كبيرة جدا من المكونات، جواه حاجات بتسميها عندك الالكتروليت او العناصر، صوديوم مش عارف ايه، حاجات زي كده، عناصر كتيرة موجودة جوه الدم. ده شيء جميل جدا. طيب الخطوة التانية ان انت تعمل ايه؟ تبدأ احلل مكونات الدم دي وابدأ اتعرف عليه، هو فيه كذا وكذا 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 وكذا، تمام. الخطوة التالتة ابدأ والله اشوف المكونات مثلا اللي موجودة، انا بتكلم على الدم كحالة يعني، لكن في غير الدم، بس الدم ده بيعتبر الاساس. عندي مثلا اليورين او البول، ده بقدر احكم منه على بعض الامراض. عندي الستول او اللي هي يعني عافاكم الله البراز، اقدر احكم منه برضو على بعض الخصائص وبعض الامراض. عندي السليفة او اللعاب، اقدر احكم منه برضو على بعض الامراض. ولكن انا بتكلم على الدم، لان الدم دوت هو المايسترو بتاع الايه، السوائل او الفلويد اللي موجوده جوه الايه، جوه جسم الانسان. فتخيل مثلا انت دلوقتي يعني جبت عينه من الدم، بتبدا تشوفها، انا والله عايز اشوفها في البلازما ولا عايز اشوفها في السيرم. ببدا اشوف المكونات، اشوف المكونات، افحص المكونات، بجيب مجموعه من الناس الاصحاء. انا يعني يهمني طبعا ان انا يبقى عندي سورس، لازم يبقى عندي سورس للحكم على يعني مسطرة ببدأ أشوف بيها الصحيح. نسبة مثلا الخلايا مثلا الدم الحمراء نسبتها عنده قد إيه، نسبة الكالسيوم المظبوطة عنده قد إيه. بجيب عينة من الناس الأصحاء ديت وأبدأ أختار منها، أو أختار يعني من يعني أعمل لهم تحليل. وأبدأ طبعا في طريقة للتحليل، في طريقة لاستبعاد النتائج اللي هي اللي بتبقى بعيدة جدا عن الواقع. انا جبت واحد شكله سليم جدا، لكن لما جيت حللت له مثلا لقيت ان الكونسنتريشن مثلا بتاع الكالسيوم بعيد تماما عن الناس التانية، يبقى اذا العينة ده بستبعدها، فهو ما ينفعش يمثل لي في العينة حاجة بتاعتي، استبعدها واشوف ايه الناس التانية واخد متوسطها، ويبقى عندي ريفرنس او مرجع لمثلا الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم في الايه، في جسم الانسان قد ايه، او خاصة مثلا في الدم مثلا لو انا بتكلم على الايه، على الدم، تمام. خلاص انا عندي بقى عندي مسطره بقيس بيها اي شخص بعد كده بيجي لي، بقوم والله ايه، انا كطبيب ببدا اقوم بعمل الفحص الاساسي، بسمع منه والله ايه ظروفك، ايه عامل ايه، بتشتكي من ايه. فببدا انا بتتخيل يعني بتتكون في دماغي يعني صوره، والله ده احتمال يبقى عنده كذا او كذا او كذا. فببدا اول خطوه بوجهه لمين؟ للتحاليل الطبية، بقول له والله اعمل لي تحليل كذا وكذا وكذا بناء على الشكوى بتاعت الايه؟ بتاعت المريض اللي جات لي دوت. اقول له روح والله ايه؟ اعمل لي شوية التحاليل دول، تمام؟ طيب بعد كده بروح انا للشخص بتاع التحاليل او الدكتور بتاع التحاليل او الاخصائي التحاليل. طبعا ديت تعتبر وظيفة تانية ممكن حضرتك، يعني احنا عندنا هنا في مصر اللي بيحصل على ماجستير في البايوكيمستري او ماجستير او دبلومه في البايوكيمستري او ماجستير في المايكرو بيولوجي، او حتى دكتوراه في الكيمياء التحليليه. ده كل الفئات ديت ممكن تفتح معمل ميديكال لاب او معمل تحليل بعد ما ايه، بعد ما تقوم بعمليه التخرج. فده يبقى ممكن يبقى مصدر يعني دخل تاني ليك. انا مثلا النهارده انا شغال مثلا كيميائي او شغال طبيب، وعندي امتلك عندي رخصه لايه، لمعمل تحليل، فممكن يبقى ده مصدر دخل تاني لحضرتك، تمام. طيب نرجع للقصه بتاعتنا، ان احنا دلوقتي خلاص احنا حددنا العينه السليمه من الناس، وجالي حد وسمعت له ومش عارف ايه ووجهت له التحاليل. فيبدا دكتور التحاليل يبدا ايه، يقول والله انا عملت التحاليل اللي مطلوبه ديت، بيبدا يحط الريفرنس عنده جوه، وبيبدا بيحط التحليل بتاعه. ولما بيجي يختار التحليل لازم يختار الطريقة المناسبة للتحليل، لأن أنت إن شاء الله هتعرف إن في كل تحليل ليه أكتر من طريقة، فأنت لازم تتبع الطريقة الأمثل للتحليل. يعني عندي كالوريمتريك، عندي أيون سيلكتيف ميمبرين، عندي كذا طريقة، حتى ممكن يبقى في مجال للقصة بتاعت الأشعة نفسها لو القصة مش هتوضح. فعندي كذا عين ممكن أبص بيها على حالة المريض، فالراجل بتاع التحليل الطبي ممكن يرشح او يعمل الافضل نوع من انواع الايه، التحاليل اللازمه للايه، للمريض بتاعه. المهم ان هو يوضح الصوره للدكتور بشكل كويس، تمام. طيب وبعد كده بيكتب الكومنت بتاعه، بيقول والله ده الراجل ده عنده مثلا كذا وكذا وكذا، عنده مثلا نسبه
البلاد في اليوريا عالية مثلا، عنده نسبة كده، فممكن دوت يبقى والله عنده ايه خلل في الكيدني مثلا، يعني يروح يلاقي عنده نسبة الدم في البول مثلا عالية، يبدأ يقول والله ده الكلية بتاعت الراجل ده مش قايمة بوظيفتها بشكل كويس، بس هو ما يقدرش يحدد في المرحلة ديت اذا كان ده خلل مؤقت ولا حاجة كرونيك حاجة مزمنة يعني. فبس هو بيكتب الايه الهنت بتاعه للطبيب عشان الطبيب يبدأ يوجهه الايه لنوع تاني من الايه من التحاليل واختبارات الايه الطبية. عنده مثلا راح لقى ان الجلوكوز عالي عنده، قاسه مرة واثنين وثلاثة، زي ما هنشوف، صايم وفاطر ومش عارف ايه وحاجات زي كده، ولقى ان نسبة الجلوكوز في البلاد عنده عالية، فبيبدأ يقول والله ده ايه ده الراجل دوت عنده احتمال يبقى عنده ايه ديابيتس، او عنده سكر، نسبة السكر عالية في الايه في الدم وهكذا. تمام. يبقى اذا انا يبقى دلوقتي خلاص ديت المرحلة ديت. بعد كده بيبدأ ايه يعني دور الكلينيكال كيمستري كمان ايه بعد القصة ديت، ان انا خلاص انا وصفت للطبيب، الطبيب خد مني التحاليل اراها، بدأ يكتب مجموعة معينة من الأدوية، هو لقى نفسه احتاج للتحاليل او حاجة زي كده تانية، بيبدأ يوجه المريض، اتأكد من ان المريض دوت عن طريق العين بتاعته اللي هو بص بيها اللي هي الاختبارات الطبية ديت، اتأكد ان هو عنده مرض معين، فبيبدأ الطبيب يكتب له بعض الايه بعض الأدوية وحاجات زي كده. وبعد كده لسه دور التحاليل الطبية ما انتهتش، ان انت المفروض بعد ما بتاخد مجموعة من الأدوية ديت بتبدأ التحاليل الطبية تقول لك والله الجسم بتاع المريض دوت استجاب للأدوية اللي حضرتك كتبتها ولا لأ، في تحسن ولا لأ، ده برضو بيتم عن طريق ايه عن طريق التحاليل الطبية. لذلك انت في يعني دي مونيتورنج كمان، يعني كلمة مونيتورنج ديت هنلاقيها مكتوبة عندنا في المحاضرات كمان، هتلاقي ليها دور كمان ان هو دور زي ما تقول كده دور ايه وقائي، يعني الكلينيكال كيمستري كمان من الجميل اللي فيها ان هي اللي هي دور وقائي، زي ما هنشوف مع بعض ان انت بتعمل بيها حاجه سكرينينج لمثلا مدرسه، دخلت مدرسه مثلا العيال ديت مثلا حاسس ان هم عندهم انيميا مثلا حاجه زي كده، حمله من الحملات مثلا، ممكن تاخد مدرسه كامله على بعضها كده او فئه عمريه معينه وتبدا تعمل لهم سكريننج للتنبؤ بالامراض اللي هي ممكن ايه تصيب فئه عمريه او فئه محدده من الايه من الناس، وده برضو دور من ايه من الادوار بتاعه الايه الكيمياء الطبيه او الكلينيكال كيمستري. طبعا كل قصه ديت هيتفهم ان انت تبقى عارف طبعا سوائل الجسم واهميتها ودلالة محتوياتها، هتبقى عارف طبعا كل جهاز من الاجهزه، الكيدني وظيفتها ايه، القلب وظيفته ايه، الكلى وظيفتها ايه، لازم تبقى عارف الحاجه زي كده، لازم تبقى عارف ازاي بعمل التحليل الطبي المناسب بانهي طريقه، كيميائيه ولا اشعاعيه ولا عامله ازاي بالظبط، لازم كمان تبقى عارف تعمل كلمه الانتربريتنج اللي هي تفسير النتائج الطبيه، تفسير النتائج الطبية، ولازم بعد كده في المراحل الأخيرة تبدأ تقيس الايه مدى استجابة الجسم للايه للدراجز اللي موجود ديت. كمان برضو ممكن تستخدمها في مجال البحث العلمي، انا والله عندي النهاردة أدوية نازلة جديدة، تمام، فبتبدأ تجربها على الناس اللي هي المتطوعين زي ما بيحصل في امريكا والبلاد ديت، والله المتطوع دوت ببدأ اجرب عليه مدى استجابة جسمه للعلاج وهكذا، وإن شاء الله يكون كورس إيه مفيد ومتميز يعني إن شاء الله. طيب هنا الكورس بوينت اللي هي النقط اللي احنا حواليها هنتكلم في الكورس بتاعنا، فهتلاقي إن احنا هنعمل يعني جزء كده هيبقى فيه أشبه بالإنترودكشن أو المقدمة، لازم برضو أدرس زي ما قلت لحضراتكم الفلويد الموجودة في الجسم، الدم والبول والسلايفا والدم بانواع بمكوناته، السيرم والبلازما والحاجات زي كده ديت، لازم الحاجات ديت، الالكتروليت المحتويات، يا ترى مقدار الصوديوم المناسبه في الجسم قد ايه، الكالسيوم، بقيه العناصر الموجوده ديت، هي طبيعه العناصر ديت، هي اسمائها ايه والمسطره بتاعتها اللي عند الاصحاء عامله ازاي. لازم طبعا ادرس حاجه زي الرينال فانكشن تيست، يعني ادرس وظيفه الكلى وازاي بقدر احكم اعمل اختبار اللي هو وظيفه الايه وظايف الكلى زي ما احنا بنقول.
بعض الامراض بتبقى ناتجه عن ان يقول لك ان الدم دوت في حاجه اسمها اسيدوزيس او كيتوزيس، يعني ان الدم دوت فيه ايه، في حامضي او الدم دوت قاعدي. طبعا الدم ليه بي اتش معينه، فعند البي اتش المعينه ديت الدم ده الدنيا تمام وفي استقرار في الجسم وكل حاجه مظبوطه 100 100. طيب لا قدر الله لو حصل له ايه اسيدوزيس مثلا، الدم بقى حامضي، او حصل له ان الدم بقى قاعدي، يعني اقدر اشوفها بايه، بجهاز مثلا زي بي اتش، اقيس البي اتش. طيب تمام، دوت بيعمل ايه؟ ده بيعمل مشاكل كتيره جدا في الايه، في الانسان. فزي ما احنا عارفين ان ربنا خلق كل حاجه بايه، بقدر، وهو مظبط لنا كل حاجه بجسمنا. يا تمام يعني، فزادت او قلت بنسب كبيره، ده في ايه مشاكل للانسان. لازم برضو ناخد الليفر فانكشن، وظيفه الكبد، مصنع من المصانع الجميله جدا للبروتين جوه جسم الانسان، فلازم ناخد وظيفته وازاي بيحصل له، يعني ازاي اعرف ان فيه مشاكل واسباب المشاكل ديت، الديس اوردر اللي ممكن تحصل في الليفر. طبعا ممكن برضو ادرس الكالسيوم في العظم وامراضه، ممكن ادرس الليبيدز اللي هي البروتين، اللي هي الليبيدز اللي هي الدهون اللي موجوده جوه الجسم باشكالها. طبعا انت هيبقى عندك كورس موجود مع دكتور محمد اللي هو بيشرح فيه الليبيدز وانواعها والاسينشال منها والفاتس وانواعها والاسينشال منها والحاجات زي كده، وايه اللي الجسم بيقدر يصنعه وايه الجسم اللي ما بيقدرش يصنعه وهكذا. ده في الكورس بتاع الايه، بتاع البايوكيمستري. بعض الامراض برضو المهمه وازاي ابص عليها زي الدايابيتس ميليتس اللي هو السكر، مرض يعني فيه اصابات يعني بالملايين حوالين العالم. هيبقى عندنا برضو كورس او جزء من الكورس كده اللي هو عباره عن التيومر ميكرز، اللي هو الحاجات الايه، الاعراض الخاصه بالاصابه بالسرطان، ازاي ابص عليها عن طريق التحاليل الطبيه واقول والله دوت فيه ايه احتمال ان الشخص دوت مصاب بسرطان عن طريق الايه، التحاليل الطبيه. فان شاء الله نحاول نغطي النقط ديت مع بعض في خلال الايه، الكورس بتاعنا ان شاء الله. الانترودكشن تو كلينيكال كيمستري، المقدمه بتاعتنا، فببدا اقول لحضرتك زي ما انت شايف الاول كده ان هيبقى فيه جزء، يعني هنحاول على قدر المستطاع ان شاء الله يبقى فيه جزء الانجليزي وجزء تاني ايه، تعريب الايه، الكلام اللي موجود فوق. فببدا اقول ان الكلينيكال كيمستري عباره عن الاستادي اوف وات هابنز تو بوديز كيمستري وين افكتد باي ديزيز، يعني هو انا بحاول ادرس اتعرف على الجسم حالته الكيميائيه ايه بالنسبه للسليم وحالته الكيميائيه بالنسبه للايه، للمريض، عشان في حاله الاصابه بمرض معين ابدا اقول والله انا بصيت على المؤشر فلاني وعرفت ان الشخص دوت مصاب بمرض معين. يبقى هو العلم اللي بيهتم بدراسه التغيرات التي تحصل ايه في جسم الانسان نتيجه للاصابه بمرض معين او نقص انزيم. وبالتالي ممكن اقول عليه انه احد فروع الكيمياء الحيويه او احد فروع الكيمياء الحيويه التطبيقيه، اللي بيهتم في الاصل بدراسه السوائل اللي موجوده في الجسم زي ما قلت لحضرتك، اللي هو على راسهم البلد، ممكن برضو اليورين، السليفه او اللعاب، ممكن كمان التيشيو او الانسجه اللي موجوده جوه الجسم، يعني باعتبار ان هي بتتكون المين اللي فيها البروتين، فانا ممكن برضو اعمل لها ايه، اعمل لها بعض الاختبارات والتحاليل الطبيه ده في حالات معينه، عشان اشوف الايه، هل في حاله مرضيه مسجله ولا مفيش حاله مرضيه مسجله. ديت النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انا بلاقي ان علم الكلينيكال كيمستري ده خد يعني اسماء كتيره جدا، الاقي ان انا كلينيكال كيمستري وكلينيكال باثولوجي اللي هو علم الامراض الطبية بربطه بالقصة ديت. يعني يعد يعني احدث الاسماء اللي موجودة اللي هو كلينيكال كيمستري اند ميتابوليك ميديسين، ده اسم اللي هو بيربط ما بين الكلينيكال كيمستري وما بين الميتابوليك، هي عملية الايض، يعني عملية التحول بتاعة المواد من صورة لاخرى جوه جسم الانسان. تمام،
فده يعتبر ايه احدث الاسماء، الكلينيكال كيمستري والميتابوليك ميديسين، عشان لو لقيت الاسم موجود بالعربي بقى هتلاقيه موجود ايه بعنوان كيمياء طبيه او الكيمياء السريريه. فدوت يعني ايه كجزء من المقدمه، ان انا بعرف اسم الماده بتنوعها اللي هي بتعمل فوكس او تركيز على ايه بالظبط. زي ما بقول لحضرتك هو علم وظيفي بيربط ما بين الكيمياء الحيويه وعلم الفسيولوجي علشان يوضح طبيعه واسباب الامراض اللي هي بتصيب الانسان. وزي ما قلت لحضرتك ان احدث الاسماء اللي هي موجوده ليه اللي هو ايه الكيميكال كيمستري اند ميتابوليك ميديسين. والاسم دوت يعني يعتبر حديث لان هو بقى رابط ما بين الاتنين، لان هم بصوا لقوا ان عمليات الايدو التحول من صورة لصورة دي لما بعمل عليها براقبها جوه جسم الانسان بتدل على الاصابة ببعض الامراض، تمام؟ فهم لذلك ربطوا الاسم ان انا بعمل تحاليل طبية قائمة على الايه على الميتابوليك ميديسين او عمليات الايض اللي هي بتتم جوه جسم الانسان. طيب احنا قاعدين بنتكلم على ان الـ الاسم الجديد اسمه الكلينيكال كيمستري اند ميديسين ميتابوليزم. طب هو ايه اللي ربط الكيمياء بالطب؟ يعني ايه اللي رابط ما بين الكيمياء والطب؟ فعشان يعني ناخد امثلة برضو تشجع على دراسة المادة ديت، فتعالوا نتكلم مع بعض يعني ايه في 3 امثله صغيرين كده. انا عندي مع يعني حاجه الاول كده يعني ايه مصطلح مشهور قوي بيقول ان الديزيزز ار بايوكيميكال تشينجز، يعني ايه ان الامراض هي عباره عن تغير في كيمياء الجسم. يحصل تغير في كيمياء الجسم اعرف ان انت هيبقى ايه هيبقى فيه مرض معين بينتج عن التغير اللي حصل ده، تمام؟ يبقى ده ايه قاعده تثبتها في دماغك. طب لو حابين ناخد على قاعدة أمثلة ونتأكد فعلا من إن المعلومة دي إن أي تغير هيحصل في كيمياء الجسم جوه الجسم في الكيمياء بتاعته هيؤدي لحدوث مرض، تعالوا ما نتكلم مع بعض على 3 أمثلة كده مشهورين. مشهور عندنا المرض بتاع الإيه بتاع الأنيميا على سبيل المثال. فمرض الأنيميا دوت كلنا عارفين إن الأنيميا يقول لك آه ده عنده إيه ده في عنده مشكلة في الهيموجلوبين ونسبته ومش عارف إيه وكلام زي كده، تمام؟ طيب لما تيجي انت تبص ان الهيموجلوبين ليه تركيب يعني كيميائي معين، التركيب الكيميائي المعين دوت مثلا على سبيل المثال بيقول لك ان انت لو جيت رحت للايه للامينو اسيد اللي هو موجود في الهيموجلوبين اللي هو الامينو اسيد رقم 6 في الامينو جلوبين. هات افتح بقى على النت كده وشوف تركيب الهيموجلوبين ازاي، وبص على الامينو اسيد او الحمض الامين رقم 6 اللي هو خاص بالبيتا جلوبين، هتلاقي ان هو المفروض يكون عبارة عن ايه جلايتاميك اسيد، تمام؟ فانت بتلاقي ايه ان اللي حصل عشان هيحصل بقى دلوقتي حالا ايه تغير كيميائي في تركيب الهيموجلوبين، هنشيل الجلايتاميك اسيد ونحط مكانه اي امينو اسيد تاني موجود بس يكون ايه هيدروفوبيك وبولر، ليه خصائص يعني هيدروفوبيك يعني كاره للميه وبولر يعني في بيعمل استقطاب. فلو انت شلت الامينو اسيد رقم 6 الخاص بالبيتا جلوبين اللي هو الجلوتاميك اسيد وحطيت مكانه اي امينو اسيد تاني، المريض يبقى يصاب بالايه بالانيميا او احد اسباب الاصابه بالايه بالانيميا. يبقى اذا انا عندي هنا حصل ايه حصل ايه حصل تشينج في التركيب بتاع الايه بتاع البروتين، حصل تغير كيميائي ادى لظهور مرض زي ايه زي الانيميا، وزيه برضو نفس القصه بالنسبه لمرض ايه الزهايمر، نفس القصه كده بيحصل تغير في تركيب بروتين معين ينتج عنه مرض معين. طب تعالوا ما نشوف حاجه تاني، ان انا مثلا على سبيل المثال عندي ايه عندي المرض مثلا زي تصلب الشرايين الاثيروز كولوروزيس دوت مرض بيعني تصلب الشرايين. طيب لما تيجي بقى تبص على مرض زي تصلب الشرايين ده تلاقي ان هو نتج عن ايه؟ نتج عن ان الكوليسترول ده حصل له تجمع او ترسيب على جدران الشرايين الرئيسية للقلب، تمام؟ ده بيؤدي الى ايه؟ ده بيؤدي الى يعني بيؤدي الى ظهور مرض تصلب الشرايين. طيب يبقى لازم انت بقى كطبيب جالك حد مثلا مش قادر مثلا ياخد نفسه او حاجة زي كده وعنده مثلا سمنة او حاجة زي كده، تقول له والله انا عايزك تعمل لي كوليسترول ده زياده في الكونسنتريشن بتاع الماده دي ادى الى حدوث ايه
ادى لحدوث ايه، حدوث مرض زي تصلب الشرايين. روح والله حلل لي وشوف الكوليسترول عندك نسبته قد ايه، وتعمل لي اختبار بتاع ال دي ال والاتش دي ال، ونشوف القصه ديت يعني نسابهم قد ايه، ونبدا نشتغل ونبدا نشوف بعد كده ازاي اقدر اتخلص من الكوليسترول دوت واسباب تكونه وحاجات ايه، حاجات من هذا القبيل. طيب تالت مثال ويمكن دوت اشهرهم اللي هو الايه، الدايابيتس ماليتس، او اللي هو الشوجر، مرض السكر، يعني مرض السكر في الدم اللي بشوفه عن طريق مثلا على سبيل المثال نسبة الجلوكوز في الدم، ده باعتبار اختبار اولي كده. تمام. طيب انا عندي سواء الكربوهيدرات ده، يعني سواء الكربوهيدرات او الليبيدز اللي هم مكتوبين قدامكم دوت، سواء مرض تصلب الشرايين او الكربوهيدرات او الدايابيتس ماليتس اللي هو السكر، الاتنين دول بيعتبروا تغير في الايه، الميتابوليزم، العمليات الايض اللي بتحصل جوه جسم الانسان. تمام. حاجه ما بتقومش بوظيفتها بالشكل المناسب المرغوب فيه. يعني على سبيل المثال مثلا الدايابيتس ميليتس، تلاقي ان انت عندك مثلا ربنا خلق لنا في جسمنا ماده الايه، الانسولين. طيب الانسولين دوت ها نسبته عامله ازاي؟ نسبته كويس يعني، ما يعني ما فيش انسولين خالص، يعني في حاله ان انا ما فيش انسولين، لو ما فيش انسولين يبقى عندي ايه، ده دايابيتس ميليتس من تايب واحد، او مرض السكر من النوع رقم واحد. طب انا لو عندي انسولين والانسولين مش قايم بوظيفته، يعني حصل عندي خلل، تمام، يبقى هينتج عني ايه وانت مغمض كده، هينتج عني ديزيز، ولكن في المره دي عشان الانسولين موجود ولكن مش بيقوم بوظيفته، اذا انا هعمل ايه، هعمل هتاكد ان ده هيبقى نوع تاني من انواع مرض السكر اللي هو الدايابيتس ماليتس، النوع رقم 2. طبعا يبقى دوت ايه، ممكن يعني فكر برضو معايا انت في الشكل ده، انت في الاول مره هتبعت الراجل وتشوف قصه الانسولين وتشوف، تمام، وتبعته مره تانية تشوف الانسولين شغال ولا مش شغال، قايم بالدور الوظيفي بتاعه ولا لا، تبدا تشخص المرض اللي عنده، شخصت ان هو سكر، عنده مرض السكر او مرض السكري زي ما انتوا بتسموه، تمام، هل طب نوعه ايه، تايب 1 ولا تايب 2 ولا نوعه عامل ازاي، لان كل نوع هيبقى ليه الايه، العلاج والايه والبروسيدور اللي هو الخاص بالايه، بعلاجه، زي ما هنعرف مع بعض ان شاء الله. نتكلم بقى مع بعض على الهدف الاساسي من اجراء التحاليل الطبيه. فبلاقي ان اتحط 4 اهداف اساسيه من عمل التحاليل الطبيه. اول هدف منهم الدياجنوزيس، والدياجنوزيس ده كلمه بتعني ان انا عندي مريض جالي بيشتكي من سمبتومز معينه او اعراض معينه، تمام، فانا بسمع منه وببدا اعمل الفيزيكال اكزامينيشن، سواء بالكشف بالسماعه او حاجه زي كده، كشف اللي انا بقول عليه، وببدا من خلال النقطتين دول احدد الايه، الشك بتاعي في ايه بالظبط، ايه المشكله بتاعت الراجل ده. يعني على سبيل المثال مثلا جالي الشخص دوت وبيتكلم مثلا على ان هو درجه الحراره بتاعته مثلا مرتفعه بقالها عده ايام، تمام، وعنده مثلا وجع في منطقه كده انا عارف ان هي منطقه الايه، الكبد مثلا على سبيل المثال. فابدا افكر والله ده ارتفاع درجه الحراره مع الكبد، طب والله ايه، اعمل لي أشعة مثلا على الكبد. طيب أدي أول حاجة لقيت إن الكبد بتاعه فيه مثلا تغير في الشكل، فببدأ أقول والله ده كده بيديني احتمال إن فيه يعني أعراض مرض اللي هو الإيه، تيفويد فيفر أو حمى تيفودية. فببدأ بعد كده بقول له والله اعمل لي التيست الخاص بالإيه، بالتيفويد فيفر اللي هو اسمه إيه، فيدال تيست. طبعا كل يعني بتبقى هي عامله ايه، سيكونس او خطوات ورا بعضها كده، واحد ادى نتيجه ايجابيه فببدا احوله لرقم 2 لغايه ما بوصل للايه، للسبب الاساسي في المرض اللي عند الراجل ده. طيب في حاجه تانية، جالي مثلا راجل داخل عندي المعمل او داخل عندي العياده وماسك جنبه وبيشتكي والله يا دكتور انا مش قادر، ده انا جنبي، ده انا جنبي وجعني او حاجه زي كده. فببدأ أفكر إن الراجل دوت مثلا احتمال يكون الجنب دوت مثلا زي ما مشهور اللي عنده أبندسايتس، التهاب زائد الدودية. فأبدأ والله أقول له طيب اطلع دلوقتي على أقرب مكان أو آخد منه عينة
وابعتها لمعمل عشان اعمل له التوتال ليكوسايد تيست اللي هو او كاونت اللي هو التوتال ليكوسايد كاونت اللي هو تي ال سي، اللي هو بيبص على الوايت بلاد سيل او كرات الدم الحمراء البيضاء الموجوده في الدم. والله انا لو لقيت ان المؤشر بتاعها دوت يعني الرقم كبير عالي، فبيبدا ان يعني بقول اه والله ان انا توقعي يعني بنسبه حاجه 90% مظبوطه ان الراجل دوت عنده ابنديسايتس، في مشاكل، في مشكله ايه، التهاب زائد الدوديه، وابدا اخد الخطوه الثانيه او التحليل الثاني، او ممكن اطلعه لقسم الاشعه اشوف القصه ديت فعلا واقعيه ولا لا، على اساس اتاكدت خلاص ابدا ايه اخد معاه الاجراءات اللازمه. جالي مثلا مريض على سبيل المثال بيشتكي من يعني البول بتاعه لونه مش طبيعي، مثلا في احمرار او حاجه زي كده، فبيجي معايا يعني بيجي في دماغي ان الكليه مش قايمه بوظيفتها الاساسيه ان هي تفصل اليوريا من الدم، فابدا والله اقول له طب والله يعمل لي مثلا اختبار يحدد لي نسبه اليوريا في اليوريا الدم في البول قد ايه، مقداره قد ايه، وابدا اشوف القصه ديت وابدا اعمل اختبارات على الايه على الكيدني فانكشن. يبقى الدايجنوزيس ده انا جاي لشخص مريض وببدا من خلال الشكوى بتاعته والفحص بتاعي اوجهه لمنطقه تحليل معينه، يا اما تبقى ايجابيه واكمل في السكه بتاعتي لغايه ما اتاكد وابدا اخد الاجراء بتاعتي، يا اما تبقى سلبيه وابدا ادور على السبب الاساسي عشان اعالج المريض بتاعي. طيب الحاجه التانية ان انا بعمل ايه، سكريننج. سكريننج يعني ايه؟ يعني كان مثلا على سبيل المثال كلنا كده واحنا الاولاد، لما الاولاد عندنا في البيت اول ما بيتولدوا باخدهم على المستشفى، اليوم اللي انا بسميه كده عندنا هنا في مصر يعني يوم ما بسمي العيل باخده على المستشفى وبيعملوا ايه، ياخدوا عينة من كعب رجليه، عينة دم من كعب رجليه، تمام. طبعا كتير مننا ما يعرفش السبب ايه، لكن السبب الاساسي في القصة ديت ان هم بيدوروا على ثيرويد ديفيشنسي او اللي هو قصور في عمل الغدة الدرقية، تمام. ليه؟ لان مرض زي دوت انا لازم يعني ايه اعمل مسح شامل للمواليد اللي موجودين عندي في الاول، يعتبر يعني لو هو يعني لقوا فيها مشكلة فالعلاج بتاعه من الاول بيبقى اسهل بكتير، لان هو ممكن يؤدي الى ايه بعض الامراض اللي التخلف العقلي وحاجات زي كده، فانا لو لحقتها من الاول بيبقى ايه بيبقى حاجة افضل، تمام. برضو السكريننج انا بدور برضو على بعض الامراض الوراثية، inherited diseases، يعني لازم برضو ايه اتاكد ان المولود بتاعي دوت ما عندوش اي ايه امراض وراثيه، او لو كده عنده امراض وراثيه ابدا الحق علاجها من المراحل الايه الاولانيه بتاعتها. طيب يبقى ديت الوظيفه التانية. خلي بالك ان كلمه سكريننج ان المريض ما عنديش مريض، يعني انا عندي طفل ما بيتكلمش، عندي حاله ما يعني مش حاسه باي اعراض، تمام، وده الفرق اللي ما بينها وما بين الدايجنوزس، تمام، ده الفرق ما بينهم. الاولاني ده مريض وبيشتكي، ده السكريننج ده انا بعمل مسح لحاجه لسن معين لحاجه معينه عشان اتاكد من الايه من سلامه الشخص دوت المستقبليه، تمام. عندي حاجه ثالثه جميله جدا ورائعه جدا اسمها المونيتورنج. المونيتورنج انا جالي مريض وخلاص عرفت المرض بتاعه وتمام تمام وكتبت له الدواء وعايز اعمل مونيتورنج عليه. يعني ايه مونيتورنج؟ يعني بقول له والله بعد مثلا اسبوعين بتروح تعمل لي نفس التحليل تاني، بشوف تأثير الدواء اللي انا اديته له دوت عامل ازاي، هل الدواء دوت كويس، هل الجرعة كويسة ولا محتاج ان انا اغير الدواء والجرعة بتاعتي وحاجات زي كده. حاجة كمان برضو في المونيتورنج مثال تاني، ان انا لو عندي مثلا مريض خاص بايه يعني الناس اللي هي بتتعاطى مخدرات مثلا او حاجة زي كده، عايز اقيس من شوية من فترة لفترة موضوع سحب السموم من جسمه، فابدا اعمل عليه مونيتورنج يعني من فتره لفتره ابدا اعمله نفس الاختبارات واشوف انا نجحت في ايه، في ان انا شلت مقدار قد كونسنتريشن قد ايه من السموم اللي عنده. يبقى ديت كلمه الايه المونيتورنج، وديت اللي بيقوم بيها التحاليل الطبيه. البروجنوزيس خلي بالك دي اسمها بروجنوزيس، والبروجنوزيس ديت يعني تقدر تقول عليه الطب التنبؤي. يعني ايه الطب التنبؤي؟
يعني مثلا انا عايز اعمل هنا عندنا في مصر مثلا عملنا فحص مثلا على حاجة اسمها حملة اسمها 100 مليون صحة، حاجة زي كده، تمام. كان الهدف منها انا كنت بدور على الاتش سي في عشان اتاكد ان الناس اللي انا بفحصهم دول خاليين من مرض اللي هو بتاع الايه الالتهاب الكبد الوبائي على سبيل المثال. ده على سبيل المثال. في حاجة تانية كمان، مثلا جاي لك والله مريض انت حاسس مثلا ان هو في بداية سكته مثلا لامراض القلب وحاجات زي كده، فبتقول له والله انا عايزك تتابع معايا من كل شهر مثلا اللي هو الايه الكوليسترول تيست، تعملي اختبار نسبة الكوليسترول في الدم، ونشوف القصة بتاعته ديت عاملة ازاي على اساس انت تتنبأ هل الدنيا ديت ماشية معاه مظبوط ولا هيبقى لا قدر الله في امراض يعني خاصة بالقلب بعد كده، فتبدأ انت من الاول تبدأ تسعى لتقليل الكوليسترول كونسنتريشن في البلد، تمام، وتجنب الامراض طبعا. ده نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه بس ايه بالعربي، بيشرح الدايجنوزيس والبروجنوزيس والسكرينينج والمونيتورينج، الاربع النقاط الاساسيه الخاصه بالايه بفائده التحليل الطبي. طيب نبدا نتكلم مع بعض على الميثودز which used in the clinical laboratory. انا دلوقتي عندي معمل وعايز اسسه عشان اعمل فيه بعض التحاليل. طيب يا ترى هعتمد في الادوات اللي انا هستخدمها في المعمل ده هتبقى عامله ازاي. فانت هتلاقي مجموعه من الادوات مختلفه كتير على اساس انت يعني امكانياتك ايه. فهتلاقي مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها الكالوريمتريك ميثود، كلنا درسناها واحنا في الطلبه في الاندر جراديويت اثناء السنين بتاعت الكليه يعني، تمام. فزي على سبيل المثال ايه، عندي مثلا مادة عايز اقيس لها الكونسنتريشن بتاعها، فهي لو مادة مثلا ملونة على سبيل المثال باخدها واحطها على جهاز اليو في واشوف الكونسنتريشن بتاعها كام، واشوف السامبل انا عارف الكونسنتريشن بتاعها كام، واقارن المادة ديت بالمادة ديت، فاقدر اتعرف على الكونسنتريشن بتاع الايه بتاع المادة الانون بمعلومية المادة اللي هي الايه النون بتاعي. ولو انتوا فاكرين البير لامبرت لو اللي كان عندنا في الايه في الخاص بجهاز السبكتروسكوبي او اليو في سبكتروسكوبي زي ما انتوا عارفين، ديت نوع من انواع الحاجه. طب انا عندي ماده مثلا مش ملونه زي الجلوكوز ديت مثلا، فكنت بعمل ايه، انا عايز اقيس الكونسنتريشن للجلوكوز، فبجيب الجلوكوز اللي هو ملوش لون دوت اليو في طبعا في المنطقه اللي هي بتاعت الفيزيبل اللي هو الشايع الاستخدام مش هيقراه، فبحوله بجيب مادة تانية، المادة ديت بتتفاعل مع الجلوكوز، فعلى أساس أو بيزد أون الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز بيتكون عندي لون معين. يعني بجيب مادة مثلا بتتفاعل مع الجلوكوز مثلا بتديني لون مثلا أحمر مثلا على سبيل المثال، تمام. طيب لو التركيز بتاع الجلوكوز في العينة بتاعتي دوت كان عالي، فهلاقي شدة اللون الأحمر ديت عالية، تمام. لو التركيز منخفض هيبقى ايه، هيبقى شدة اللون او درجة اللون بتاعتي ايه منخفضة. وبرضه بحضر عينة ستاندرد عندي انا ببقى عارف تركيز الجلوكوز فيها، وبحط عليها نفس الكمية من المادة الايه من المادة التانية اللي هي اتفاعلت مع الايه مع الجلوكوز عشان تدينا اللون الاحمر ده، ومقارنة الستاندرد سامبل مع الانون سامبل بتاعي، العينه اللي انا عارفها بالعينه اللي مش عارفها، ببدا احدد الكونسنتريشن بتاعها عن طريق الايه اليو في مثلا على سبيل المثال ديت اللي هي الكالوريمتريك ايه الكالوريمتريك ميثود او الطرق اللونيه يعني، تمام. طيب الايون سيلكتيف الكترود طريقه جميله جدا بتستخدم، وديت تنفع لزمايلنا بتوع الكيمياء التطبيقيه، يعني ينفع يعني هو بعد كده يشتغلها. يعني انت بس ركز على الاسم ده كده وابدا اعمل سيرش عليه عشان ان شاء الله لما توصل للماجستير ممكن تشتغل في الايه في الايون سيلكتيف ميمبرين. الايون سيلكتيف ميمبرين هو بيبقى عباره عن ميمبرين او اغشيه، الاغشيه ديت بيبقى سيلكتيف، بتبقى سيلكتيف لبعض الايه الانايون او الكاتايون اللي موجود. طيب انا عندي مثلا عينه يعني عندي صوديوم وعايز اشوفه في الدم عامل ازاي، وحضرته بالطريقه بالميكانيزم بتاعه
وعايز دلوقتي يعني فصلته بالميكانيزم بتاعته، او شفت هيقيسه بقى في السيرم ولا في البلازما ولا في ايه، وابدا اشوف عايز اشوف الكونسنتريشن بتاعه. فممكن استخدم تقنيه زي الان سلكتيف ميمبرين. الان سلكتيف ميمبرين بيبقى في يعني ميمبرين او غشاء بيبقى سلكتيف نتيجه وجود مجموعات وظيفيه معينه ونتيجه وجود كافيتز معينه او فجوات معينه في الميمبرين ده، اهي بتحس ان هي كده على قد الايه الكاتاين او الانايون اللي هو هيختاره. فلو المجموعات الوظيفيه قدرت تعمل نوع من الـ من من الـ من الفيزيكال بوند مثلا على سبيل المثال، وقدرت تسحبه والكافيتيز كانت ملائمه ليه وحاجه زي كده، فبيبدا الايه الايون سيلكتيف دوت يقدر يحول الكونسنتريشن بتاع الكاتاين او الانايون ده هوت لفرق جهد كهربي نتيجة حدوث حاجة اسمها الداي الكتريك كونستانت ما بين السطحين، او اختلاف في الايه الكهربية ما بين السطحين بتوع الغشاء اللي عندي ده. عندي بيبقى فيه سائل فوق معروف او ليكويد فوق معروف الكونسنتريشن بتاعه، وايونات تحت موجودة على السطح التاني اللي موجودة تحت ديت بيبقى فيه ايه مختلفة في الايه الكونسنتريشن، مختلفة في فرق الجهد، يحصل هنا فرق جهد ما بين الاتنين. ففرق الجهد دوت انا بحوله عن طريق معادلة كنت درستها زمان في الكهربية اسمها نيرنست ايكويشن، وبقدر احدد الكونسنتريشن الايه بتاع الكاتايون زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، الحاجات اللي هي ايه موجودة عندي في الايه في الدم. طيب حاجة تالتة، طريقة تالتة اللي هي الايه الانزيماتيك ميثود. والانزيماتيك ميثود ديت يعني من الحاجات مثلا الامثلة اللي عليها ده، طبعا الكلام ده كله عشان تبقى عارف انت هتجهز معملك على ايه، هشتغل احتاج يو في، هحتاج ايون سيلكتيف بالجهاز بتاع البي اتش ملي فولت بتاعه، هحتاج انزيماتيك ميثود بطرق بقى الجميلة بتاعته ديت. فعندي على سبيل المثال عندي من الحاجات حاجة اسمها اللاكتيت، واللاكتيت دي يعني بتكون موجودة في الدم نتيجة عمليات الميتابوليزم الخاصة بالجلوكوز. يعني انت النهاردة عايز ايه بتلعب شوية تمارين كده ولا حاجة فبتحتاج شوية طاقة، فباخد الجلوكوز اللي موجود في جسمك دوت وابدأ اعمل له عمليات الايض وعمليات الهضم، تحويل المواد المختزنة ديت لطاقة. فبيبقى ناتج من نواتج عملية الميتابوليزم للجلوكوز دي هو يعني بينتج بعض ايه اللاكتيت. طب انا عايز اقيس اللاكتيت، طب اقيس اللاكتيت ليه؟ ما هو اللاكتيت دوت لو انت حضرتك كده هتلاقي ان في حاجة يعني مرعبة جدا اسمها اللاكتيت تيست. اللاكتيت كونسنتريشن الموجود في الدم بيبقى مؤشر لنسبة الاكسجين، يعني هما الاتنين بيبقوا ريليتد لبعضهم. طيب يعني غالبا كده لو حصل عندك انخفاض في الاكسجين، نسبة الاكسجين في الدم، فبتلاقي ان انت عندك ايه مشكلة في اللاكتيت، بيبقى فيه زيادة في الكونسنتريشن الخاصة بالايه باللاكتيت. تمام. طيب اللاكتيت اللي هو اللاكتيت اللي هو اللي هو حمض، هتلاقيك سمعت الكلمة قبل كده اللي هو اللي هو سمعت مثلا بكلمة اللاكتوز اللي هو بتاع سكر اللبن، فهو اللاكتيت اللي هو ده الحامض بتاعه او اللاكتيك اسيد اللي هو الحامض بتاعه، وده وجوده بيبقى مؤشر، كل ما بيزيد الكونسنتريشن بتاعه بيبقى مؤشر على يعني احتمال وجود بعض الامراض، امراض بتبقى خطيرة بالنسبة للانسان. يعني وجود حامض اللبن في الدم بكونسنتريشن عالي ممكن يبقى مرض بيقضي على حياة الانسان. فأعراضه بقى زي ما حضرتك عارفين خاصة الدكاترة اللي معانا ان هو بيبقى فيه يعني ضعف وغثيان وانخفاض في نسبة الأكسجين الموجودة في الدم، وممكن بيبقى معاه بعض الأعراض التانية خاصة بنوبات في القلب ووظائف الكلى بتبقى يعني شبه معطلة. ده كل دوت ممكن تبقى بتبص عليه لو جالك حد بيشتكي من الأعراض ديت، فبتقول له ممكن تعمل لي ايه اختبار اللاكتيت او اللاكتيك اسيد. طيب ده بيتم ازاي؟ طريقة من طرق قياسه اللي هي الانزيماتيك ميثود، ان انا بجيب اللي هو الناد. الناد دوت بيعتبر ايه نوع من انواع الانزيمات. الناد ليه حالتين اتنين، حالة بيشتغل كعامل مؤكسد وحالة بيشتغل كعامل مختزل. لو انا جبت الناد دوت اللي هو في حالة ان هو بيشتغل كعامل مؤكسد وفعلته مع اللاكتيت بينتج عندي البيروفيت زائد الايه الناد اتش اللي هو الشكل
الشكل المختزل او كشكل عام مختزل من ايه الناد. في الوقت دوت انا بقيس بايه؟ باستخدام انزيم. يعني انا بقيس حاجه باستخدام ايه؟ بقيس حاجه موجوده في الدم باستخدام انزيم، زي ما استخدمت الناد في قياس اللاكتيت. تمام. الناد اتش الموجود عندي دوت ده بيبقى يسهل قياسه عن طريق الايه؟ عن طريق اليو في اي ابزوربشن. يبقى ديت ايه طريقه ثالثه اللي هي الانزيماتيك ميثود. تمام. الطريقه الرابعه اللي عندنا اللي هي بتستخدم في المعامل اسمها الراديو امينو اسي او قياس الاشعاعيه المناعيه، وديت طريقه تعتبر من الطرق الراقيه جدا لانها بتقيس lower concentration limit، يعني تركيزات منخفضه جدا من مواد يعني غايه في الصعوبه ان انت تقيسها بالطرق التانية زي الهرمونات وزي الفيتامين. فلو انت عايز تقيس مثلا الكونسنتريشن بتاع فيتامين دي فالطريقات جميله جدا تصلح للقياس بتاع هرمون من الهرمونات العديده اللي موجوده جوه الجسم، الراديو امينو اسي ممكن تقيسها بمنتهى السهوله. طيب لكن عيبها ان هي طريقه مكلفه، هي بتحتاج يعني جهاز بيبقى فيه جاما ريز، بتحتاج مثلا ووتر باس، بتحتاج انتي بادي بتشتريها مناسب لنوع الماده اللي حضرتك عايز تشتغل عليها. فبتحتاج يعني سواء الاجهزه سواء الكيميكالز اللي حضرتك تشتغل بيها بتبقى اجهزه ايه غاليه في الثمن. لذلك برضو عشان تبقى عارف الغلو في اسعار الحاجات ديت بيبقى برضو يعني باين في سعر العينه. يعني احنا عندنا هنا في مصر مثلا على سبيل المثال قياس الفيتامين دي دوت بيوصل لحوالي 2000 جنيه، فهو غالي فعلا ولكنه دقيق وسعره برضه مناسب للي معاه فلوس يفتح معمل بالشكل ده. طيب ناخد فكرة عن القصة ديت بتتم ازاي. هو احنا عارفين ان لو في جسم غريب دخل الجسم، هو هنا الجسم الغريب دوت بسميه انتيجين. الانتيجين دوت بيعتبر جسم غريب بيخش الجسم، بيبدأ الجسم بيحاول يكافحه عن طريق الجهاز المناعي الخاص بالجسم. الجهاز المناعي يبدأ يكون ما يعرف باسم الانتي باديز او الاجسام المضادة للجسم الغريب اللي هو موجود هنا ده. تمام. طيب اللي بيحصل بعد كده ان بيحصل كومباينيشن او بوند ما بين الاي جي الانتيجين والاي بي اللي هو الانتي باديز، وبالشكل دوت بيبدأ ايه يبقى الجسم كده بالشكل دوت كافح وجود الجسم الغريب دوت عن طريق ان هو غير الكيميكال كومبوزيشن بتاعه. طيب في المعمل بتتم ازاي بقى؟ في المعمل بتبقى ليها يعني ايه سيناريو جميل كده، ان هو بيبقى عبارة عن ايه، ان حضرتك بتجيب يعني كيتس او بتجيب حاجة كده عاملة زي يعني طبق اختبارات كده، وبتبدأ تحط في العينة ديت تحط فيها انتي باديز. الانتي باديز ديت يعني الرمز بتاعها في الكيمياء بيبقى اشبه بحرف الواي الكابيتال. تمام. السنين بتوع الواي الكابيتال اللي فوق دول بتبدأ حضرتك تضيف عليها اكسس من الانتيجين اللي انت عارف ان الانتي بادز ديت خاصة بيه خلاص. دي يعني بقت دلوقتي موجود، حتى الشركات بقت تصنع الانتي بادز اللي هو الملائم للاجسام الغريبة المعروفة. يعني عايز اقيس مثلا فيتامين دي ففيه الانتي بادز اللي موجود لي، عايز اقيس مش عارف كذا ففيه المادة اللي هي ممكن تعمل كومباينيشن معاه عشان اعرف الكونسنتريشن بتاعه. تمام. فانا دلوقتي جبت الانتي بادز بتاعي وحطيته في الكيتس بتاعي او جبت في الطبق بتاعي كده بالبلدي، وبدأت ايه اضيف عليه اكسس او كمية زيادة من الانتيجين. تمام. الانتيجين اللي بيتضاف هنا ما بيبقاش في الحالة بتاعته العادية، لا ده بيبقى عدى على جهاز جاما راي، حصل له حاجه كده عامله زي ايه زي ما يكون اكتيفيشن، يعني عملت له ايه اكتيفيشن بالجاما راي. تمام. بعد ما حصل له اكتيفيشن بالجاما راي ببدا احطه على الايه على الانتي بودي اللي موجوده عندي، فبيبدا الانتي بودي اللي موجود عندي بيعمل بوند مع الايه مع الليبلد او اللي هو الاكتيف الايه انتيجين. تمام. ويبدأ يعمل معاها بوند، تحس كده ان بقت حرف واي وماسكه في ايه في يعني نقطه كبيره او بوينت كده حاطط عليها بوينت كده ماسكه فيه. تمام. فائده الاكسس ان انت بتضمن ان كل الانتي بادي اللي عندك
بقت شبكه مع ايه، مع الانتيجين اللي هو الليبلد ايه انتيجين. تمام. بعد كده حضرتك بتبدا ايه تاخد الانتي بوديز دوت اللي هو ماسك مع الانتيجين، هو اصلا بيبقى عباره عن بروتين، فبتعمله عمليه غسيل عشان تتخلص من كل الايه الانتيجين الليبلد اللي هي مش ماسكه في الانتي بودي. تمام. وبعد كده بتبدا حضرتك تجيب بقى ايه سامبل، انت مش سامبل انا اسف، ماده يعني متحضره انتيجين الكونسنتريشن بتاعه معلوم، بس المره دي مش حصل له اكتيفيشن بالايه بالجاما راي. وتبدا حضرتك تحط على الايه، تحط الانتيجين دوت على ايه، تحط الانتيجين دهوت على الانتي بادي اللي ماسك في الانتيجين اللي هو عليه الاسترس او النجمه دوت، عشان يبدا يحصل مفاضله للانتي بادي ما بين الاثنين، ما بين الليبلد اي جي اللي هو الانتيجين اللي عليه نجمه اللي هو تعرض للجاما راي، والانتيجين اللي هو ايه برضو نفس الفصيله نفس النوع اللي هو ما تعرضش للايه للجاما راي. تمام. طيب بعد كده بيبدا يحصل مفاضله، فالمفاضله بتنتهي ان هو بايه بيمسك في الانتيجين اللي هو اللي هو العينه اللي ما تعرضتش للايه للجاما راي. وبعد كده لان هي بتعمل ايه بوند اقوى من التاني، فبتبدا بعد كده تاخد العينه بتاعتك وتبدا طبعا انت لما بتيجي تضيف الكونسنتريشن بتاع الانتيجين اللي هو التاني اللي هو الانليبلد انتيجين دوت، بتبدا تضيفها بكونسنتريشن معلوم، ما انت محضر العينه بايديك، فتاخد منها كونسنتريشن صغير وتبدا تدخلها تقيس المقدار الانخفاض في الـ في الـ في الـ في الراديو اكتيف بتاعتها، وبعد كده تضيف كمان مثلا على سبيل المثال 1 نانو جرام، وبعد كده تاخد القراءة بتاعت الراديو اكتيفيتي بتاعتها، وبعدين تضيف كمان 1 نانو جرام من المادة اللي انت عارف الكونسنتريشن بتاعها، من الانتيجين اللي انت عارف الكونسنتريشن بتاعه، وبعد كده تاخد الراديو اكتيفيتي بتاعتها، تقيس الراديو اكتيفيتي بتاعتها، وهكذا لغاية ما ايه ما توصل يعني ايه كذا عينة 10 15 عينة كده، يبقى عندك كيرف ما بين الراديو اكتيفيتي والايه الكميات اللي انت ضفتها من الانتيجين اللي هو الايه الانليبلد انتيجين اللي هو ما تعرضش للايه الراديو اكتيف، وبتقيس مقدار الانخفاض اللي حصل في الراديو اكتيفيتي لان انت وقعت شويه من اللي هم كانوا متعرضين للايه للجاما راي. تمام. ديت اول جزء في الاختبار. الجزء الثاني بقى في الاختبار ان انت بيبقى عندك عينه انون، يعني بيبقى عندك عينه انون انت ما انتش عارف تركيز الانتي بادي، تركيز الانتيجين نفس الانتيجين طبعا ده تركيزه عباره عن ازاي، يعني يعني تركيزه في السيرم ده عباره عن يعني تركيزه قد ايه، مجهول بالنسبه لك انون يعني. فبتبدا تاخد منه، انت جايب منه مثلا فصلت مثلا وليكن مثلا 10 مللي مثلا من السيرم، وتبدا تاخد منه وتنسبها مثلا للايه لللتر، المهم توحد وحده القياس، يعني اذا كنت يبقى نانو جرام بير لتر يبقى هنا مثلا هاخد حاجه بير لتر انسبها بير لتر، انا ما اعرفش النانو جرام قد ايه، ما اعرفش الكونسنتريشن بتاعه قد ايه، بس عايز اثبت الفوليوم بتاعي بالنسبه للايه للاثنين، الاختبار الاولاني بالستاندرد سوليوشن اللي انا محضره، والاختبار الثاني بالسامبل الانون اللي انا مش عارف اللي انا عايز اقيس فيها الانتيجين دوت الكونسنتريشن بتاعه قد ايه. خلاص. فانا خدت عينه من السيرم ديت فوليوم محدد المره دي، وببدا اضيفه على الخطوه الاولانيه اللي هي الانتي بوديز اللي ماسك في الانتيجين اللي حصل له اكتيفيتي باستخدام الايه الجاما راي. تمام. وابدا اشوف الايه مقدار الانخفاض في الرياكتيفيتي هيبقى مقداره قد ايه، وليكن مثلا مقدار الانخفاض في الرياكتيفيتي وصل مثلا ل 40%، حصل انخفاض في الرياكتيفيتي بمقدار 40%، يعني انا كنت 100% وصلت مثلا ل 60% ايه الراديو اكتيفيتي بتاعتي. تمام. اجي عند الرقم اللي هو اجي عند 60% في الـ في الـ في الواي اكسس او في المحور الصاد، واقوم جاي شادد خط على النقط الكتير اللي انا كنت واخدها في اول مره في القراءات اول مره، واسقط على المحور السيني او الايه او الاكس اكسس، وابدا اشوف الكونسنتريشن بتاع الانتيجين اللي هو موجود عندي دوت مقداره قد ايه.
تمام، ويبقى انا كده قدرت اعرف مقدار الانتيجين او المادة الغريبة اللي موجودة في السيرم بتاعي في العينة بتاعتي مقدارها قد ايه. فهي طريقة جميلة جدا ودقيقة جدا، لكن خطوات طويلة جدا، كيميكالز غالية جدا، لذلك زي ما بقول لك ان هي بتبقى غالية، بس الغالي ايه زي ما بنقول هنا كده، الغالي بيبقى ايه ثمنه فيه يعني. تمام، ده بالنسبة للطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة كلنا عارفين الايه، الكروماتوجرافي او علم الكروماتوجرافيا. فبستخدم الكروماتوجرافيك ميثود، وهي احدى طرق الفصل. يعني لو انت فاكر لما لو انت درست كروماتوجرافيا، فانا بقى عندي كان بيبقى عندي كولم، عمود كولم يعني عمود، يعني بيبقى فيه استشناري فيز، حاجة اسمها استشناري فيز وموبايل فيز، بيبقى فيه تو فيزز يعني مادتين مختلفين عن بعضهم. يعني بتبدأ تحط انت بقى ايه المادة اللي انت عايز تفصلها، ولو المادة اللي انت عايز تفصلها ديت بتحب الاستشناري فيز فبتتعلق بيه، فبايه فبتبقى حركتها بطيئة جوه الكولم. يعني ده باختصار يعني هي طريقة للفصل اكتر. طيب لو بتحب الموبايل فيز فبتتفصل معاه وبتجري معاه، وده يعني طريقة بتستخدم كتير جدا في موضوع يعني ال natural product، او يعني تجيب النباتات تحضير الأدوية، تجيب النبات ده مثلا فيه كذا مادة، المواد ديت انا محتاج مادة رقم اكس، فببدأ ادرس خصائصها، هل هي يعني بتحب ايه وتكره ايه، ممكن ترتبط بايه وممكن ما ترتبطش بايه. انا مثلا عايزها على الموبايل فيز، فببدا احط لها موبايل فيز يبدا يحركها معايا، ياخدها معاه نتيجه الارتباط اللي هيتم ما بينها وما بين الموبايل فيز. تمام، وببدا احطها في الكولم دوت. والمواد التانية بتبقى ايه، بتحب مثلا الاستشناري فيز، فبتقعد معاه فتره اطول لغايه ما الاولانيه تكون ايه خرجت من الايه من الكولم بتاعه. طبعا احيانا ممكن بيخرج مع الكولم، ممكن الموبايل فيز نفسه بتبقى فيه اكتر من ماده يعني بتبقى محبه ليه او هتتحرك معاه، فبتدور على طريقه تانية للفصل يعني، او كولم اضيق شويه، او اي يعني اي وسيله يعني تشوف له مثلا حاجه. طبعا ده شغل بيبقى رسائل الماجستير والدكتوراه، ان انت تشوف طريقه الفصل المواد ديت عن طريق حبها للموبايل فيز وان هي تطلع معاه، او حبها للاستشناري فيز ودي تمسك في الاستشناري فيز ودي تمسك في الموبايل فيز وهكذا. فديت بالنسبه للايه للكروماتوجرافيك ميثود، واستخدامها في الايه في كطريقه لطرق الفصل. فانت ممكن برضو تستخدمها في المعامل كطريقه من طرق الفصل. الدي ان ايه تكنيك ده بيعتبر من الطرق الحديثه جدا. ممكن بتعرف على الامراض اللي هي موجوده في جسم الانسان عن طريق فحص الدي ان ايه بتاعه. ده انت النهارده بتسمع كلام يعني جميل جدا ان هما بداوا يتوصلوا لمش عارف الجين الفلاني اللي مسؤول مش عارف عن مرض كذا، ده عن طريق ايه فحص الدي ان ايه. بفحص دي ان ايه وبشوف الدي ان ايه هل في يعني علامه بتدل على وجود مرض معين في الدي ان ايه ولا لا، وده بيتم بتقنيه اسمها البوليمريز تشين رياكشن او اختصارها البي سي ار. تمام، ده طبعا العربي بتاع الشرح اللي فات زي ما كنت كلمتكم ان احنا هنحاول نعرب. نفس الكلام برضو. طيب الجزء اللي فوق ده هو استكمال للطريقة السادسة اللي هي الطريقة بتاعت الايه الدي ان ايه تكنيك اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي بس بالعربي. طيب انا خلاص حللت العينة بتاعتي والمعمل قام بالدور بتاعه وجه سليت من النتيجة وخدت النتيجة ديت ورجعت لمين للدكتور بتاعي، فلازم الدكتور بتاعي يبدأ يعمل حاجة خطوة مهمة جدا اسمها الـ Interpreting Results، يعني يبدأ يفسر النتائج اللي مكتوبة في الايه في التحليل بتاعي دوت. اذا ما كانش دكتور المعمل قام بموضوع التفسير ده، برضو الدكتور البشري بيقوم بموضوع التفسير دوت لايه للنتائج اللي موجودة عنده. طيب بس هو لازم هو بيسأل يعني بيقرأ التقرير كده يبص على كام نقطة كده معينة، عشان يعني ايه يعني ما يصدرش حكم يكون غلط، يكون فيه ضرر على البيشنت اللي موجود عنده. اول حاجه is the results represent the correct one of the patient، يعني النتائج اللي انت شايفها قدامك ديت يعني
مطابقة لحالة البيشنت اللي عندك. يعني انت شايف مثلا مريض عنده مثلا زي ما كنا بنتكلم شوية مثلا لون البول بتاعه مثلا في محمر، فانت شكيت ان انت عندك مشكلة في الكيدني فانكشن مثلا، او جالك مثلا مريض عنده بيشرب ميه كتير، مرهق، نظره ضعيف، فانت شكيت ان انت الراجل ده عنده ايه، عنده مثلا سكر، تمام، او كذا او كذا. بتحط مثلا احتمالين او ثلاثة يعني بينطبق عليهم الايه السمبتومز او الاعراض اللي موجودة عندك للايه للبيشنت اللي عندك ده، تمام. طيب جيت لقيت ان التقرير اللي جالك من المعمل دوت يعني ايه ما فيهوش اي توقع من الثلاثة، من الثلاث احتمالات اللي انت كنت شايف فيه، تمام. فتبدأ لازم تبدأ ايه تنصح المريض اللي عندك، لا والله انا عايزك تعيد لي الاختبارات ديت مرة تانية، لان يعني الحالة اللي عندك ديت بتقول انت واحد من ايه من ثلاث حالات انا كنت مرشحهم كايه كامراض محتملة بالنسبة لك، تمام. هقول لكم على واقعة يعني يمكن تقول لكم يعني بعض التحاليل الطبية بالذات ممكن بتبقى مش مظبوطة. كان في إحدى الشركات اللي شغال فيها مجموعة كبيرة من العمالة توصل حوالي 20,000، كان بدأ ينتشر عندهم مرض اللي هو جرثومة المعدة. بدأ جرثومة المعدة دي تنتشر انتشار كبير جدا، والشركة دي كانت بتصرف يعني مبالغ كبيرة على العلاج بتاع جرثومة المعدة دي، تمام. فبدأوا يسألوا الناس اللي هم في الاختصاص يعني، يعني الفريق اللي كان موجود كنت انا واحد منهم، كان بدأوا يسألوه على القصة بتاعة الأعراض وأسباب الانتشار ومش عارف إيه وحاجات زي كده. فطلبنا منهم إن هم يورونا السايكل اللي هي بتاعة الأكل والسايكل بتاع الشرب، يعني طرق انتشار العدوى بتاعة جرثومة المعدة يعني. فالمهم إحنا لقينا إن في مثلا على سبيل المثال الأكل، هما كانوا بياكلوا في أطباق كده تخش تتغسل يدوي، عامل يعني بيغسل مثلا 1000 طبق مثلا في اليوم مثلا في الوردية بتاعته مثلا. فطبعا والمعالق نفس القصة اللي بتخش من بق دوت لبق دوت. فكان طبعا ده حاجة بتقول ان ده ممكن يبقى وسيلة لنقل الايه لنقل جرثومة المعدة من شخص للتاني. فطبعا اقترحنا عليهم في الجزء دوت ايه ان لازم القصة دي تتغير، ويجيبوا مكان غسيل بيبقى فيه درجة تسخين لدرجة حرارة معينة وديترجنت معينة وحاجات زي كده، مسحية غسيل معينة يعني للأطباق وكده، أو يستبدلوا القصة ديت بإيه بالأطباق اللي هي بتبدأ بتتعمل مرة واحدة والمعالق اللي بتبدأ بتاكل بيها مرة واحدة، أيهم أوفر للشركة يعني. لكن الغريب في الموضوع إن إحنا لما طلبنا تحليل للمية بالتحليل بكل حاجة بقى يعني تحليل هل فيها بكتيريا هل فيها مش عارف إيه، جالنا تقرير من المعمل اللي بيقوم بتحليل المية، والله كان فيه الكلام دوت، كان فيه ايه مكتوب ايه النوع، هو بيحلل ميه، النوع ذكر العمر مش عارف كام و30 سنه. فالتقرير دوت لما وقع في ايدينا كانت فضيحه بالنسبه لمعمل التحاليل بتاع الميه دوت، لان في حاجه اسمها ميه ذكر وعمرها مش عارف كام و30 سنه. فالطبيب بيبقى المريض ما بين ايديه بيبقى امانه، فلازم انا بتاكد من التقرير بتاعي كويس، سمعه المكان اللي الطبيب اللي البيشنت او المريض بيحلل عنده ايه العينه بتاعته. طبعا انا زي ما قلت لكم في الاول ان احنا بنكون عاملين وجهه نظر لينا، وجهه نظر او لينا توقعات بالنسبه للحاله المرضيه بتاع المريض اللي عندي، احتمال كذا او كذا او كذا. طيب ببعته يعمل يعني تحليل، يبقى يعني يبقى بنسبه كبيره هيسمع في ايه في مرض من الامراض اللي هي بتبقى يعني بتتناسب معاها الايه الحاله المرضيه اللي قدامي دي، تمام. ده طبعا بقيه الكلام عن اللي هو الانتربريتنج للريزلتس الموجوده او تفسير النتائج. هنا برضو بذكر لك نفس المثال ان انا مريض سكر ومش عارف ايه، فلازم يكون في تناغم ما بين الايه ما بين الحاله اللي انا شايفها بعينيا والتقرير الطبي او تقرير التحليل الطبيه اللي ماسكه في ايه في ايدي.
طبعا في حالة ان التقرير ما بيكونش يعني دقيق، فانا لازم ايه آه لازم آه يعني استبعد التقرير ده واطلب منه انه يعمل التحليل مرة تانية. في حاجة طبعا مهمة كمان في التحليل الطبي، لازم يكون المعمل كاتب الريفرنس رينج، يعني الرينج المرجعي، يعني يقول مثلا حضرتك مثلا الجلوكوز مثلا في الدم الكونسنتريشن بتاعه ان بتوين مثلا من 70 ل 110 ميلي جرام لكل ايه لكل ديسي لتر، دي وحدة القياس بتاعتها، يعني لازم يكون منسبها لريفرنس. طيب نيجي هنا نسأل نفسنا سؤال كويس جدا، هو ازاي هم اصلا عملوا الريفرنس رينج؟ يعني ازاي هم حطوا الريفرنس رينج ده؟ فالاجابه بتاعتها في الجزء اللي جاي، اللي هو الريفرنس رينج اتعمل ازاي. الريفرنس رينج عشان تعرفوا حضرتك اتعمل ازاي، حضرتك بتجيب عينه من يعني اشخاص سليمه 100% من حيث المظهر والاختبارات اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن والكلام دوت كده، وتبدا حضرتك تعمل لهم ايه التحاليل الطبيه اللي هي الايه التحاليل الطبيه الخاصه مثلا بالجلوكوز مثلا على سبيل المثال، عايز اقيس نسبه السكر في الدم. طب تمام، طيب بتيجي تعمل التحليل ده هوت، بتختارهم بيبقوا نفس العمر ونفس النوع، يعني اذا كان ذكر او انثى بيبقى نفس النوع، عشان والصحه البدنيه كويسه، يعني ديت شروط العينه اللي انت هتبقى مرجع ليك. تمام، يبقى نفس السن ونفس النوع ونفس العمر، ويستحسن كمان من نفس البلد، نفس العرق، يعني مثلا هاخد مثلا ناس من افريقيا، يبقى هم كده يعني الخصائص بتاعتهم بتبقى واحده. تمام، هاخد مثلا ناس من سوريا، يبقى الخصائص بتاعتهم ايه واحده، يعني ايه ما تبقاش فيها تغيير، يعني عشان اثبت كل الظروف. من ما بين ال100 واحده اللي احنا اخترناهم دول، هيطلع عندنا يعني في رينج ال95 واحد نتائجهم متطابقة أو قريبة من بعضها. تمام، يعني النتائج هتبقى قريبة من بعضها، وهلاقي حوالي 5% من النتائج بتاعتي ديت ايه غريبة بعيدة جدا عن بعضها. فطبعا اوتوماتيك كده وانت جاي بتشتغل في اي حاجة، لقيت ان في نتائج يعني مختلفة باختلاف كبير كده، فبتبقى حضرتك تستبعد النتائج دول، وبتبدأ تقيم الايه الريفرنس رينج على العينة اللي هي قريبة من بعضها دي. تمام، طيب بعمل ايه بعد كده؟ ببدأ والله اجمع العينة بتاعتي ديت، اللي هم الاشخاص اللي عندي دول، اللي هم مثلا ال 95 شخص اللي هم طلعوا مثلا ايه النتائج بتاعتهم قريبة جدا من بعضهم دول. تمام، اجمع السكر، نسبة السكر في الدم بتاعتهم. تمام، طلع الرقم مثلا وليكن مثلا 90، وليكن 90 ملي جرام بير ايه بير دي سي لتر، ده الايه ده بسميه في الحاله ديت المتوسط. تمام، الرقم ده بسميه في الحاله ديت ايه المتوسط. المتوسط ده بيبقى جاي من منين؟ انا بجمع الارقام بتاعت ال 95 شخص اللي طلعوا عندي دول، وبعدين اقوم جاي اقسمهم على عددهم اللي هو ال 95، فبفترض ان هو بيطلع رقم، افترض ان هو عندي هيطلع حوالي 90 ملي جرام، ده تركيز السكر في ايه في الدم. تمام، طيب جميل. طيب ببدأ بعد كده اشوف حاجة اسمها الستاندرد ديفيجن او الانحراف المعياري. طب تعالوا نشوف مع بعض كده. بالنسبة للانحراف المعياري، فهو دلوقتي المعادلات وشتات الاكسل دلوقتي بقت تحسب القصة بتاع الستاندرد ديفيجن دوت بشكل سريع، ما على حضرتك ان انت بس تدخل البيانات الخاصة بالكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في البلد، وهو يبدا يحسب لك الستاندرد ديفيجن، وهو يعني بالبلدي كده تعريفه هو يعني البعد، يعني مقدار البعد، سواء في الناحيه الموجب او في الناحيه السالب عن الايه عن الرقم اللي هو المين اللي انت حددته او المتوسط اللي انت ايه اللي انت حسبته. تمام، فبفترض معاك هنا مثلا او هم بعد التجربه فعلا على كذا شخص طلع الستاندرد ديفيجن كان مقداره 10 مللي جرام بير ديسي لتر. طيب الباقي بقى دلوقتي انا لسه دلوقتي ما حددتش الرينج، انا حددت المين
اللي هو المتوسط بتاع العينه بتاعتي، حددت الستاندرد ديفيجن عن طريق شيت اكسل مثلا او حاجه، عن طريق بعد او القرب من الـ من الـ من المين. طيب يبقى عندي دلوقتي ان انا عايز احدد الرينج، عشان لما يجي لي حاله مثلا قليله او كبيره يبقى الراجل يعني مطمن. فببدا اقول ايه ان الرينج عشان احدده بقوم عامل ايه، بقوم جاي ضارب الستاندرد ديفيجن في موجب 2 ومره، واقوم جاي ضربه في سالب 2 مره عشان اطلع منه الرينج الطبيعي بتاعي. يعني انا مثلا اذا كان عندي الحاله 90 او المتوسط بتاعي المين بتاعي 90 مللي جرام بير ديسي لتر، فبقول ان والاس دي بتاعي طلع من الحساب ان هو مقداره 10 مللي جرام بير ديسي لتر، فبقول ان انا اضربه في موجب 2 يبقى موجب 20، والناحيه التانيه يبقى ناقص 20، واطرحهم من 90 يبقى 70، وازودهم على 90 يبقى 110. اذا تحليل الدم في الصايم بيبقى الكونسنتريشن بتاعه ان بتوين 70 ل 110 مللي جرام بير ديسي لتر. وزي ما يعني الطريقه بتبقى ديت، بتبقى اعممها على بقيه التحاليل بنفس الايه، بنفس الخطوات اللي اتكلمنا فيها. ده نفس الكلام الموجود عندنا اللي احنا سايلينه. طيب نخش على مصطلح تاني جديد اللي هو كلمة quality control اللي هي مراقبة الجودة. طب حضرتك هتسأل كده تقول طب انا يا دكتور انا مالي ومال قصة مراقبة الجودة والكلام زي كده، فأقول لحضرتك ان اساس شغلك هو قصة مراقبة الايه، مراقبة جودة المنتج اللي انت بتطلعه. انت بتطلع منتج بيتعلق بحياة بني ادم. احنا عندنا في الكواليتي كنترول معايير كتيرة جدا لازم ايه يعني اخلي بالي منها وانا شغال التحاليل الطبية بتاعتي، لان هيبقى في قرار طبيب وراه. هناخد منها مثالين اتنين، مثال اسمه الاكيوريسي ومثال تاني اسمه ايه البريسيشن. ولو انت جيت خدت الكلمتين دول حطيتهم على القاموس هتلاقي معناهم كلمة الدقة، ولكن الاختلاف ما بينهم كتير. قبل ما نخش في تفاصيل الكلمتين دول، فانا عايز اقول لحضرتك على ايه، على القصه بتتم ازاي. يعني اي معمل او اي منشاه فيها اجهزه بتاعه خاصه بالقياس بيبقى فيها عندها ستاندرد او عينات مرجعيه، تمام، بترجع لها في ظروف معينه. يعني ايه ما بترجع لها بشكل دوري، هي عامله دوريه عشان الجهاز بتاعها دوت ترجعه كده ايه، يعني زي ما بتقال بالبلدي كده على سنجة 10، يعني يبقى 100%. حصل انقطاع كهرباء، انا بعمل دورية معينة للصيانة، بعمل صيانة، بصلح جزء في الجهاز دوت، الجهاز مثلا مركون بقاله فترة ما اشتغلش، فلازم يبقى عندي حاجة اسمها عينة مرجعية او ريفرنس او جايد اشوف بيه الايه الجهاز بتاعي دوت دقته عاملة ازاي. كمان العينة المرجعية ديت ممكن استخدمها للمقارنة ما بين جهاز وجهاز. يعني انا جايب مثلا جهاز الماني وجهاز صيني ومش عارف جهاز منين وكده، تمام، وانا عندي عينة مرجعية، فممكن اقوم جاي مدخل العينة المرجعية ديت اشوف دقة الجهاز الاولاني والتاني والتالت وهكذا، وابدأ ايه يعني احدد مستوى الدقة بتاعتهم، ودوت اشتغل بيه ودوت ما اشتغلش بيه وهكذا، او دوت اخد فيه قرار تكهين او حاجة زي كده، اكهنه ارميه يعني او ما يشتغلش بيه. دي قصة. كمان في حاجة في معايير الكواليتي كنترول مهمة جدا اسمها اللي هي البريسيشن، او بمعنى تاني او بمعنى فصل اكتر اللي هي بيسموها الريبيتابيليتي والريبرودوسابيليتي، او الار اند ار، الريبيتابيليتي والريبرودوسابيليتي، الار اند ار. يعني ايه الار اند ار؟ يعني انا دلوقتي القصة، انا لو انا جبت حللت نفس العينه طبعا بعد ما عملت كاليبريشن للجهاز بتاعي، حللت كذا عينه، والعينات ديت بشوف مدى بعدها عن بعضها. يعني انا بس في الحاله ديت انا ماليش دعوه بالايه بالقيمه اللي هي الستاندرد فاليو او اللي هي ترو فاليو اللي هي طلعت بتاعت الجهاز، اللي هي القيمه اللي المفروض تطلع. يعني انا عندي مثلا جهاز زي البي اتش مثلا على سبيل المثال، جبته قسته لقيت ان البي اتش مثلا المفروض ان انا القيمه الحقيقيه اللي المفروض تطلع ترو فاليو او الابسولوت فاليو المفروض تطلع مثلا البي اتش بتساوي 4، تمام. فانا عندي نقطه دلوقتي، اول نقطه حددتها ديت اسمها ايه الترو فاليو. طيب بالنسبه للاكيورسي، لو انا عايز احدد الاكيورسي بقوم جاي قايس العينه بتاعتي ديت كذا مره، قايس العينه اللي هي العينه المرجعيه كذا مره، عايز احدد دقه الجهاز بتاعي.
فبقيس العجينة المرجعية ديت كذا مرة، فمرة طلعت 3.9 ومرة طلعت مش عارف 4.1 ومرة طلعت مش عارف 4.3 ومرة طلعت 3.8، وبشوف مقدار الحيود بتاع المتوسط بتاع النتائج اللي طلعت لي ديت عن الترو فاليو او القيمة الحقيقية. يبقى هي علاقة ما بين الميجرد فاليو والترو فاليو، او القيم المقاسة او متوسط القيم المقاسة والترو فاليو، اللي هو المفروض ان هو الجهاز ده المفروض يقول من الاول ان ده قيمة بتساوي ايه، مثلا بي اتش 4 او بي اتش 10 او ايه وات ايفر، زي ما الجهاز اللي هنشغل بيه. طب المصطلح التاني اللي هو البريسيشن، بقول لك هو بيبص على ايه، مالوش دعوة بقى بالترو فاليو، مالوش دعوة بالقيمة اللي هي المفروض تطلع 4 زي جهاز البي اتش زي ما بقول لك كده، لا ده ليه علاقة بالريبيتابيليتي والريبروديوسابيليتي اللي هي التكرارية. يعني ايه؟ يعني مثلا الجهاز مثلا بي اتش ده المفروض يطلع القيمة 4، طلعها أول مرة 2 مثلا، وتاني مرة 2، وتالت مرة 2، ورابع مرة 2، وخامس مرة مثلا 2.1، وهكذا. مجموعة القيم ده اهي هو بيشوف التكرارية بتاعتها كام مرة، ويدي حكم على الايه البريسيشن او التكرارية دي، يقول لك الجهاز ده قيمة البريسيشن بتاعه والار اند ار بتاعته بتساوي كذا، بدون الرجوع. خلي بالك ده الفرق ما بين الرجوع للايه للترو فاليو او القيمة الحقيقية اللي المفروض تطلع معاه. يبقى واحد فيهم اللي هو اسمه الاكيوريسي بيبص على الفرق ما بين الميجرد فاليو والترو فاليو، فرق في ما بين الاثنين دول، وواحد فيهم اللي هو البريسيشن بيبص على الار اند ار او الريبيتابيليتي او التكراريه بتاعت الارقام. انا محتاج الاثنين دول معايا في الايه في التحاليل الطبيه بتاعتي. يعني محتاج جهاز يكون، او محتاج طريقه، او محتاج راجل شاطر يكون بيقدر يعمل النتيجه قريبة من الترو فاليو فعلا، يعني ما يكونش فيها، يعني لما بيجي يعمل كاليبريشن يقدر يطلع نتيجة قريبة من الترو فاليو، عشان بعد كده لو استخدم نفس التقنية مع العينات يقدر اقول والله النتيجة بتاعته ديت مظبوطة. يبقى الميجرد فاليو اللي هيقيسها للمفروض العينة اللي هي المظبوطة تكون قريبة فعلا من الرقم الحقيقي بتاعها اللي هو الترو فاليو ديت حاجة. ومحتاج برضو الشخص نفسه لو هو بيقيس نفس العينة كذا مرة، بيقيس نفس العينة كذا مرة، يكون عنده الـ الكفاءة ان هو الارقام تبقى طالعة قريبة من بعضها، تمام؟ يعني ما يكونش فيه مقدار ديفيجن او ستاندرد ديفيجن ما بين العينات وبعضها كبير، عشان ده معناه ان في مشكلة. يعني ما تبقاش مثلا مطلع مثلا عينات السكر مثلا ايه او الجلوكوز في البلاد مثلا 50 و70 و90، وتيجي تقول لي ايه ده والله انا هجمع 50 و70 و90 على بعضهم هيطلع المتوسط 70، يبقى الراجل دوت في النورمال فاليو. لا، الارقام كده بقت بعيده عن بعضها، يعني الارقام كده بعيده عن بعضها، ده في رقم منهم معناها ان الراجل ده خلاص يعني يعني الحاوية من الحاوش، تمام؟ فلازم احنا ايه لازم يعني وانا بشتغل كواليتي كنترول، العينه بتاعت اللي هبقيسها في المعمل بتاعي تبقى اكيوريت، ويبقى حقق فيها مبدأ الار اند ار او مبدأ الايه البريسيشن، عشان خاطر ايه النتيجة تبقى طالعة مضمونة والدكتور يقدر يعتمد عليها في ان هو ياخد ايه قرار طبي بعدها. ده نفس الكلام اللي اتكلمناه، الفرق ما بين الاتنين. واحدة فيهم زي ما قلت لك هنا، لو انت جيت بصيت هنا اللي هو الفرق ما بين الميجرد او الترو فاليو والميجرد فاليو اللي هي الاكيوريسي، والتاني بيهتم بالايه بالريبروديوسابيليتي او الريبيتابيليتي او التكرارية ما بين الايه ما بين العينات وبعضها. دي الترجمة، ده الشكل دوت بيوضح برضو زي ما قلت لك الفرق ما بين الاكيوريسي والبريسيجن. شوف الاكيوريسي كلهم قريبين من التارجت زي ما انت شايف هنا كده، فانا بشوف بعدهم عن التارجت او بشوف بعدهم عن الترو فاليو او الابسولوت فاليو مقداره قد ايه. لكن البريسيشن ما كانش بيهتم بالتكراريه، هم كلهم تحس ان هم اصابوا نفس النقطه بصرف النظر عن التارجت او بصرف النظر عن الايه عن الابسولوت ايه فاليو الخاصه بالايه بالعينه المرجعيه بتاعتي. طيب انا عرفت دلوقتي الاكيورسي والبريسيشن، تمام. طيب محتاج بقى اعرف اذا كان الشغل بتاعي يعني هيطلع مظبوط ولا مش مظبوط بس بلغة الارقام، يعني تمام.
انا زي ما قلت لك، انا مثلا راجع من الاجازه مثلا بتاعت العيد ولا حاجه، وعايز اصحصح الجهاز كده، فبعمل له ايه، بعمل له كاليبريشن، تمام، وعرفت ان انا عندي الاكيوريسي، وعرفت ان انا عندي البريسيجن. طب القرار بقى امتى اخد القرار مثلا ان انا اقدر اشتغل على الجهاز دوت واقوم بالتحليل عليه، او ان الحاجه مثلا الطريقه اللي انا شغال بيها صح او غلط. طبعا برجع بالايه، للريفرنس، بقى لازم ارجعها بالريفرنس بتاعي. هو الريفرنس مثلا زي ما قلت لك ان كان بيقول ان البي اتش مثلا هنا 4، فلازم ابدا ابص على حاجتين، اتنين مصطلحين اتنين رياضيين مهمين قوي، اللي هو الكوفيشنت اوف فاريشن، معامل التباين، وتونكس فورميولا اللي هو بيحسب لي مقدار الايرور المسموح بيه في الايه، في القراءه لما تيجي تعمل كاليبريشن للجهاز بتاعك. طيب زي ما قلت لك الفكره العامه، انا بعمل كاليبريشن اتاكد ان الجهاز اللي انا هعمل عليه اختبارات للعينات بعد كده صحيح ولا لا، فببدا اقارن ببدا اقارن الكفاءه بتاعتي وبتاعت ايدي وبتاعت الجهاز بالستاندر. انا عندي ستاندر مثلا بيقول ان الكونسنتريشن مثلا بتاع الصوديوم في الدم مثلا 140 مثلا ملي ايكوفالنت بير لتر مثلا على سبيل المثال، تمام، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، تمام، ده الستاندرد بيقول كده. الستاندرد الكيت اللي انا جايبه من الشركه بيقول ان ده الكونسنتريشن بتاعه. طيب فانا خدت اجازه والجهاز طفى معايا واستريح شويه، فببدا اشوف اعمل له كاليبريشن، ببدا اشوف بقى القصه دي. فانا بعد ما عملت له كاليبريشن ببدا ابص على النتائج بقى بتاعتي. فقال لك اول حاجه عايزك تعمل لي ايه، الكوفيشنت اوف فاريشن، معامل التباين، عشان تشوف الكلام دوت منطقي ولا مش منطقي، القراءات ديت كويسه ولا مش كويسه. طب اعمل ايه؟ قال لك انت مش انت كنت حسبت المين اللي هو متوسط القراءات، اه، وكنت حسبت الستاندرد ديفيجن او جبته عن طريق شيت الاكسل، تمام، هات الستاندرد ديفيجن واقسمه على المين واضربه في ايه، في 100، تمام. طبعا المفروض النتائج يعني كل ما الرقم دوت صغر، يعني كل ما الكوفيشنت اوف فاريشن صغر، ده معناه ان النتيجه بتاعتك الاكيورسي بتاعها عالي والبريسيجن بتاعها عالي، تمام. كل ما الرقم ده صغر معناها كل ما معامل التباين صغر، كل ما النتائج بتاعتك كانت دقيقة من ناحية الاكيورسي ودقيقة من ناحية الايه، البريسيجن. طيب طب برضو لسه الكلمة، انا بتكلم ايه، الرقم بتاع معامل التباين ده صغير لسه، برضو ما فيش رقم معين انا ماسكه بايديا عشان اقدر احكم على القصة دي. فاقول لك اللي حل لك المشكله مين ديت، مين، تونك، عالم اسمه تونك، حط لك حاجه اسمها تونكس فورميولا عشان تطلع منها بحاجه اسمها ماكسيمم الاوبل ايرور، يعني مقدار الايرور اللي هو اقصى قيمه للايرور المسموح بيها، تمام. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لما باجي اقول لك ان الكونسنتريشن بتاع ماده معينه موجوده عندي اكس، فهو الراجل ده هيقول لك اكس دي بلس قد كده او ماينس قد كده ده مقبول، لكن غير كده يبقى انت الكاليبريشن اللي انت عملته فيه بقى عندك مشكله. راجع بقى المشكله ديت عندك في اي حته، عشان بعد كده لما تيجي تدخل عينات، اه والله، تبقى ايه، المرجع بتاعك نفسه ايه، سليم، ما فيهوش مشكله، تمام. طيب تعالى ما نشوف تونكس فورميولا ده قال ايه. بيقول ان اقصى قيمه للايرور هتساوي ربع في النورمال رينج مقسوم على المين مضروب ايه، في 100. طيب نشوف مثال مع بعض، يبقى دوت مين، نشوف مثال التونكس فورميولا. المثال مكتوب عندنا تحت هنا اهوت، بيقول لك ان انا عندي الصوديوم هاز نورمال رينج بيساوي من 135 ل 145 مللي ايكوفالنت بير لتر، اللي هو 135 ل 145 دوت، لو انتوا فاكرين دوت الرينج بتاع القياس، لو انتوا فاكرين رجعت ورا شويه كده، اللي هو ان انا رحت جبت عينه وشفت خدت منها واستبعدت واستبعدت النتائج اللي هي الغير مرغوب فيها، وحددت الايه، الرينج بتاعي، ولو انتوا فاكرين من 3 4 سلايد ورا كده حددت الرينج بتاعي وهكذا، ده اسمه الرينج بتاع الايه، القياس اللي هو المقبول بتاعي، تمام. طيب هنا بيقول لحضرتك كالكوليت ماكسيمم الاوبل ايه، ايرور. طيب الموضوع بسيط، برجع للمعادله بتاعت مين، بتاعت تونك، تمام. اجيب الاول النورمال رينج بتاعي، الفرق ما بين النورمال رينج اللي هو بطرح الايه، القيمه الكبيره من ناقص القيمه الصغيره، ال 145 ناقص 135 تديني 10. بعد كده بقول ان ربع النورمال رينج دوت حسب المعادله، ربع النورمال رينج بيساوي ايه، ربع ال 10 اللي هو الفرق ما بين الايه، الرينج بتاعي، تمام.
المين فاليو، انا هنا يعني عندي هنا الايه المين فاليو اللي هو المتوسط بتاعت القراءات، فانا عندي هنا قيمتين اتنين، القيمه العظمى والقيمه الصغرى اللي هو 135 وزائد 145، المتوسط بتاعهم بيساوي 140 مللي ايكوفلنت بير لتر. يبقى اذا لما اجي بطبق المعادله بقى بتاعه تونك، بقول الماكسيمم اللي هو بقول ايرور هيساوي الربع في النورمال رينج على المين في المية، الربع اللي هو 2.5 على المين اللي هو متوسط القراءة العظمى والصغرى اللي هو بيساوي 140 في 100، طلعت ان مقدار الحيود المقبول عن الارقام اللي هو 140 دوت اللي هو بيساوي 1.78 من 100% اللي هو الابروكسيميتلي بتاعه 2%. يعني ده مقدار الحيود ايه من ناحية الايه من ناحية الرياضية. تمام، يعني غير كده لقيت انت في مشكلة عندك في الجهاز اكتر من كده؟ لا والله انا ببدأ ايه ببدأ اكلم مثلا الشركة المسؤولة عن الجهاز، والله تعالوا ده في ايه في مشكلة عندي في الجهاز، تعالوا شوفوا الجهاز ده مش ايه قرايته مش ايه مش مظبوط بالمقارنة بالستاندرد ديفيجن، بالمقارنة بالعينات المرجعية اللي موجودة عندي. ده بقيت القانون او بقيت المسألة اللي فاتت ديت بيشرح ازاي حسبت الايه التونكس فورميولا والماكسيمم الاولبل ايه ايرور. طيب انا دلوقتي خلصت العينة بتاعتي وتأكدت ان هي مظبوطة وتأكدت انها في الرينج المسموح الاولبل ماكسيمم الاولبل ايرور، وتأكدت ان علاقتها مظبوطة بالستاندرد ريفرنس بتاعي والقصة الجميلة ديت، وانا شغلي تمام والاكيوريسي والبريسيجن والكلام ده كله. طيب هل انا عندي فاكتورز تانية ممكن تأثر معايا على النتيجة بتاعتي؟ يعني الدكتور لما يشوفها كده يستغرب ان من الارقام اللي طالعة قدامه، فاقول لك اه ان انا عندي حاجات انا بسميها نون باثولوجيكال فاكتورز ممكن تأثر على الايه على الريزلت بتاعتي بتاعت الايه بتاعت التحليل. طيب يعني حاجات غير مرضية، يعني انا عندي بعض الفاكتورز اللي هي الغير مرضية ممكن تأثر معايا على نتيجة التحليل، زي ايه؟ لا زي ما كنت كلمتك كده في الاول على ان احنا عندنا حاجة اسمها الريفرنس والريفرنس رينج، وقلت لك انت لازم تختار الجنس واحد ذكر او انثى، السن، مش عارف البلد، المنشأ، الكلام ده كله، العرق بتاعه، يعني يكون كل الكلام دوت ايه قريب من بعضه زي ما كنا بنختار العينة. نفس العوامل دي بتبقى عوامل بتسبب اختلاف في الرقم بتاع التحليل او القراءة بتاعتك، وملهاش اي اعراض مرضية، يعني متكونش ليها سبب مرضي خاص بيها خلى يحصل الايه الرقم المتغير دوت من واحد لواحد. طيب على سبيل المثال مثلا احنا عندنا بالنسبة للايدج او السن، فبلاقي مثلا ان انا عندي كل ما الشخص بيكبر، يعني كل ما الشخص بيكبر كل ما البلازما يوريا بلاقي الرقم بتاعها كبير، يعني واحد عنده 70 سنة كفاءة الكلية بتاعته غير واحد عنده 20 سنة، يعني ده الطبيعي، يعني فطبيعي ان انا بلاقي البلازما يوريا الكونسنتريشن بتاعها في حالة الشخص اللي عنده 70 سنة دوت اكتر من الراجل اللي عنده ايه 20 سنة، فبيبقى ايه بالنسبة للسن بتاعه الحدود ديت بتبقى ايه مقبولة. تمام. حاجة تانية مثلا على سبيل المثال اللي هو البلازما الكين فوسفاتيز، ده بلاقيها بلاقي الهرمون دوت موجود عند الشيلدرن والأطفال بكونسنتريشن أعلى. تمام، ده بلاقيه موجود عند الأطفال بكونسنتريشن أعلى، فطبيعي لما أجي أعمله على الأطفال أو أقيس الكونسنتريشن بتاع عند الطفل غير الشخص البالغ أو هكذا، لان المفروض ان هو يكون موجود في الطفل بشكل ايه بشكل اكبر. كذلك من العوامل المرضيه اللي بتاثر على العوامل الغير مرضيه اللي هي بتاثر على القراءه بتاعتي بتاع التحليل اللي انا المفروض اكون براعيها لما باجي بحط الرقم بتاعي اللي هو الريفرنس بتاعي او الريفرنس رينج بتاعي اللي هو الايه السكس ديفرنسز اللي هو نوع الفرق ايه ده ذكر ودوت ايه وديت انثى. طيب على سبيل المثال الاختلاف النوع وتأثيره، فبلاقي مثلا ان البلازما يوريت بلاقيها الكونسنتريشن بتاعها في الميل اكبر من الفيميل على سبيل المثال. حاجة تانية بلاقي ان تركيز الكوليسترول اللي هو ال HDL كوليسترول
بالنسبة للوومن اللي هم في البري مينوبوزال او اللي هم داخلين على سن اليأس او اللي هم في مرحلة سن اليأس، يعني بلاقي ان الكونسنتريشن بتاعه اعلى من الراجل اللي في نفس السن نتيجة ايه التغير الهرموني اللي بيحصل للست في المرحلة دي. تمام، طبعا ده في خلاف طبعا في بعض الهرمونات ما بين الايه ما بين الايه الرجل والايه والمرأة زي ما حضراتكم عارفين. الاثينيك ديفرنس او ديفرنسز اللي هو اختلاف العرق. طبعا لو انت جبت زي ما كنت بقول لحضرتك برضو يفضل انت تختار ناس من نفس المكان عشان بعض الخصائص او بعض الهرمونات بتختلف من بلد لبلد. على سبيل المثال عندي حاجة اسمها البلازما كرياتين كاينيز، اختصارها البلازما سي كي، ديت كهرمون بيبقى موجود بنسبة أكبر في الأفارقة عن الجماعة بتوع القوقاز اللي هم بتوع روسيا وشرق أوروبا. ده ك يعني نتيجة الإيه اختلاف الإيه العرق ما بين إيه الأفارقة وما بين الإيه القوقازيين دول. تمام، فدوت ديت أسباب غير مرضية بتؤدي معايا لحدوث تغير في الرينج او الريفرنس رينج بتاعي المفروض انا اكون براعيها. عشان كده لما انت بتروح عند دكتور تحليل بيسألك على الايه تلاقيه بيسجل بياناتك العمر قد ايه، ال ذكر ولا انثى وهكذا، عشان يقدر يحط الريفرنس رينج الايه المناسب ايه لحضرتك. طيب العامل الاولاني اللي اتكلمنا عليه دوت هو نتيجة الاختلاف ما بين يعني نوع ونوع او سن او زي ما اتكلمنا عرق او حاجة زي كده. طب هل الشخص الواحد نفسه ممكن يبقى فيه اختلافات في التحليل بتاعه هو؟ يعني انا النهاردة مثلا عملت عينة لنفسي، مثلا النهاردة عينة مثلا جلوكوز، مثلا عينة حديد مثلا في الدم، القصة دي هل ممكن يبقى فيه اختلاف ما بين انا النهاردة مثلا الصبح وبالليل، ما بين انا النهاردة مثلا صايم وفاطر، ما بين ظروف معينة بمر بيها، ادوية معينة انا بتعاطاها او حاجة زي كده، هل ممكن يبقى فيه اختلاف التحليل يعني يثبت ان فيه اختلاف للشخص الواحد؟ فبقول لك اه ده فعلا موجود. فانا قسمتها هنا لايه لحاجة اسمها يعني regular variation، تغير بشكل منتظم، ده such as the changes اللي بتحصل مثلا في ال time of meals. يعني انا مثلا النهارده لو انا جيت خدت عينة جلوكوز عايز اقيسها، او عينة دم عايز اقيس فيها جلوكوز قبل ما باكل وبعد ما باكل، فبلاقي في اختلاف طبعا في البلازما جلوكوز كونسنتريشن نتيجة موضوع الايه الاكل اللي انا اكلته دوت كده. انت ساعات مثلا تيجي تقول للمريض مثلا والله اللي هتحل سكر تعالي لي صايم، ليه؟ عايز اشوف الايه البلازما جلوكوز كونسنتريشن لما يكون في حاله الايه الفاستنج ديت كده، يعني لما يكون الراجل ده صايم اشوفه عامل ازاي، او ممكن هو في البيت بياخد عينات مثلا في اوقات معينه في اليوم مظبط اكله وكده. فالمهم ان التايم اوف ميلز او ميعاد الاكل بيأثر على بعض القراءات للشخص الواحد. تمام، فعليها برضو انت تكون بتراعي القصة دي، تنبه المريض بتاعك لايه لموضوع زي ده. طيب حاجة تانية على سبيل المثال اللي هي البلازما كورتيزول. البلازما كورتيزول دوت هو عبارة عن هرمون بيفرز في الجسم، وده هرمون مرتبط بالمزاج والحالة المزاجية. يعني ده هرمون تقدر تسميه مثلا ايه هرمون الخاص بالقلق والتوتر. فلو انت عندك قلق وتوتر كتير فهتلاقي الايه الكونسنتريشن بتاع البلازما كورتيزول، انت نفس الشخص اهو بتلاقيه ايه الكونسنتريشن بتاعه مرتفع. لو انت مبسوط وقاعد بتضحك والدنيا كويسة بكده معاك فبتلاقي الكونسنتريشن بتاعه ايه بيبقى منخفض، رغم ان انت نفس الشخص وممكن يبقى الفرق الزمني ما بين دوت ودوت مثلا ساعة ولا أقل أو أكتر. تمام، طيب عندي حاجة كمان، عندي مثلا البلازما أير أو تركيز الأيرن في البلازما. طبعا دي قصة ديت قصتها كبيرة، الأيرن ديت قصته كبيرة. يعني مثلا على سبيل المثال أنت عندك مثلا بالنسبة
للفيميلز، ان انا عندي مثلا الظروف بتاعت المين استيوريشن، المين استيوريشن اللي هي يعني اثناء موضوع الدوره الشهريه اللي بتيجي للفيميل، بتلاقي الكونسنتريشن بتاع الحديد منخفض، فده مربوط بايه؟ بعامل الوقت والزمن، تمام؟ ده على سبيل المثال يعني. فاذا انا بتكلم على الايه، على ان في ظروف يعني الشخص الواحد ممكن الريفرنس بتاعه بيتغير نتيجة ميعاد تناول الاكل او الحالة المزاجية زي ما شفنا، او التوقيت الايه المينستيوريشن اللي هو خاص بالايه بالفيميل، فديت ما بتعتمدش على اختلاف الاشخاص، ولكن ده للشخص الواحد. فلازم انا دكتور برضو اراعي، اقول له والله انت لما تيجي تعمل التحاليل بتاعتك ديت تعملها في ظروف ثابتة، ظروف ايه ثابتة، تمام. ده برضو زي ما انت شفت الترجمة بتاعت اللي فات. طيب كده يبقى لي مع حضراتكم نقطة أخيرة في المحاضرة بتاعتنا، اللي هو التست سنسيتيفيتي اند تيست سبيسيفيتي، تمام. لو جيت اتكلمت الأول على كلمة السنسيتيفيتي، وديت بدرس فيها احتمالية ان الشخص المصاب يتشخص على انه ايه مصاب فعلا. يعني حضرتك اجتهدت كده وعملت مثلا على سبيل المثال كيت جديد كده بيقيس مثلا ديزيز معينة، تمام. طيب الطريقة بتاعتك ديت الجديدة ديت بقارنها بطريقة تانية أخرى، الطريقة الأخرى قالت والله إن أنا عندي العينة بتاعتي ديت، العينة دول 100 دول كلهم مصابين، تمام. طيب فأنا عايز أحدد مدى السنسيتيف أو الحساسية بتاعت الطريقة بتاعتي الجديدة ديت للقصة دي، هل الطريقة بتاعتي ديت سنسيتيف زي الطريقة الأولانية ولا لأ، عشان أبدأ أعتمدها، تمام. فبعمل اختبارات للمية اللي هو الطريقة القديمة أثبتت إن هم مصابين، وبشوف والله النسبة طلعت قد ايه. يعني ممكن الطريقة الجديدة اللي انت عملتها دي تطلع مثلا 100%، 99%، 70%، فببدأ اقول والله الطريقة بتاعتي ده هي السنسيتيفيتي بتاعتها مقدارها مثلا 70 او 99 او 100%، يعني لانها طلعت لي 99% مثلا من الحالات ايه بوزيتيف زي الطريقة القديمة اللي هي المعتمدة. طبعا كل ما الرقم بتاع السنسيتيفيتي بيزيد، كل ما بتكون الايه ما بتكون الطريقه بتاعتك ديت ايه مور ابروفال ومعتمده في الايه في الدنيا كلها. طيب ده بالنسبه للايه للسنسيتيفيتي. طيب السبيسيفيتي، السبيسيفيتي بقى عكسها، عكسها ازاي؟ بالطرق، بقول والله بالطريقه المعتمده، بقول والله ان انا عملت اختبار لل 100 شخص ده، هم ال 100 شخص دول كلهم طلعوا سلام، خد والله يا دكتور جرب لي بالطريقه الجديده اللي انت عايز تعتمدها ديت، تشوف القصه ديت هتبقى عامله ازاي، تمام. بتاخد بقى العينات من الناس وبدخلها برضو على الكيت بتاعي او اي طريقه كانت انت عاملها، اي سيلكتيف مثلا من برين او حاجه زي كده، اي طريقه إن كانت، تمام. وابدا اشوف والله الايه الحساسيه مثلا، يعني مثلا عندنا هنا على الطرق في حاجه اسمها مثلا فحص مخدرات مثلا، تمام. انا فحصت 100 سواق النهارده ماشيين على الطريق، كلهم ادوا ايه، ادوا نيجاتيف، وانا محتفظ بالعينه بتاعتهم، بعينه البول مثلا بتاعتهم، تمام. بديها لك كمعمل، بقول لك والله انت عملت ايه، عملت طريقه جديده لقياس نسبه المخدرات في البول، خد والله شوف لي الكيت بتاعك ده شغال كويس ولا مش كويس، وشوف لي السبيسيفيتي بتاعته هتبقى عامله ازاي. المية كلهم، المية كلهم دول اثبتوا عدم تعاطيهم المخدرات، يعني النتيجه بتاعتهم نيجاتيف، فانت المفروض انت الطريقه بتاعتك تجيب 100% نيجاتيف، تمام. ولكنها عشان هي طريقه جديده انت عايز تعتمدها، بتقول والله انا عملت الطريقه ديت والله ادتني سبيسيفيتي بمقدار قد كده، ادتني مثلا 100% سبيسيفيتي، يعني كل العينات طلعت نيجاتيف زي الطريقه التقليديه، ادتني مثلا 90%، ادتني 50%، وبكده اقدر اعتمد الطريقه بتاعتك ديت بنسبه ايه، بنسبه قد كده. وابدا اشوف بقى والله القصه بتاعت يعني ايه، يعني هل اعتمدتها مثلا طلعت السبيسيفيتي بتاعتها 90%، ابدا اشوف بقى ايه عنصر التكلفه والكلام زي كده، واشوف اه والله ده هي ايه حاجه مش خطيره قوي ممكن ايه يعني اطبقها، لا والله انا محتاج ايه حاجه تبقى مور سنسيتيف او مور سبيسيفيك بالنسبه لايه للاختبار دوت، لا والله انا مش هقدر اعتمد لك الطريقه بتاعتك ديت ايه كطريقه للايه للقياس، تمام. فديت كلها اللي احنا خدناها النهارده مع بعض دوت هو عباره عن يعني مفاهيم عامة introduction زي ما قلت لكم في الأول لقصة الايه التحاليل الطبية وأنواعها وطرق القياس والاختلافات والتباين والكلام الكتير اللي احنا اتكلمنا فيه ده النهاردة.
ان شاء الله المره الجايه نبدا في نخش في نعمل فوكس بقى بجد على المنهج بتاعنا، بس كانت لازم المقدمه ديت عشان تعرف الاهميه وطرق القياس المتبعه في الايه في الكيمياء الطبيه. ان شاء الله اشوف حضراتكم المره الجايه على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.